إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلوا على رسول الله، والطير تسبح بالعظم شادية، والأنجوم تزور قد صفت لتلقى هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كراكم داير لاباس عليكم؟ بخير، كلشي لاباس؟ كراكم دايرين؟ واش راكم مستمرين في الذكر يا رحمن ويا رحيم يا ودود ويا كريم؟ مستمرين فيها؟ خصكم تستمروا في الذكر باش تقوي في الطاقه نتاعكم، سواء كنت زهري او ماشي زهري. يعني الذكر مفتوح لكل شيء، والقران لكل شيء، والسنه النبويه لكل شيء، واللي بغى يتبع الطريق راه عارفه. فهمتوا؟ الغيب غبت عليكم اخوتي، راكم عارفين، على حساب الخدمه وعلى حساب الشغل، الحياه اليوميه، جمع المعلومات، كتحمل جمع المعلومات اللي يعني معلومات اللي كتهدف. كنقدروا نخطئوا في فيديو، نقدروا نحطوا شي حاجه ما تصيبش شي بنادم ولا ما تعجبوش، لان كل بنادم من خطأ. انا ما نحط كل شيء مكمول، ما تكون كامل مكمول، لان الملائكه اللي هما كاملين مكملين، كل ابن ادم في الارض خطأ، نقدر نقول حاجه خاطئه. فهمتوا؟ يعني المهم اللي عجبتكم حاولوا تسمعوا وتستافدوا منها، وحاولوا تجمعوا المعلومات القيمه. فهمتوا؟ حاولوا تجمعوا المعلومات القيمه باش تستافدوا. المهم قبل ما نبداو الفيديو غادي نقول شي نقاط. قبل ما نبداو الفيديو حاولوا تركزوا عليهم، هي انكم تعطيو لايك وانكم تبارطاجيو الفيديو في سبيل الله، ماشي بحال انا نلقى ناس باغيينها تكبر ولا باغي الناس. سبيل الله، حنا باغيين نوصلوا الميساج لدوك الناس اللي ما عارفينش، مساكن اللي ما مكتشفينش راسهم، كيمشيو عند المشعوذين ولا كيمشيو عند الاطباء النفسيين ولا كتوقع لهم شي مشاكل، انهم يحاولوا يلقاو شي حاجه اللي تفيدهم في هاد الفيديوهات اللي درناهم من واحد حتى لتسعه. عارف بان راه باللايك نتاعك، يعني تضغط على اللايك وتشارك الفيديو مع اصدقائك، فهذا اللي يتم المعارفه ودي صدق تصدقوا كتفيدوا الناس. يعني في سبيل الله، راه هذا الشيء في سبيل الله. انا راني جاي كنهضر هنا معكم في الفيديو، راه مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. انا يعني باغي نوصلكم لواحد الهدف، الهدف هو انه الدين والايمان والقران والسنه، انك تتبع القران نتاعك وديك راك توصل وتكبر النورانيات نتاعك، سواء الزهري خصوصا الزهري او ماشي الزهري، ولكن الميساج راه كيوصل للزهري فقط، لان الزهري هو اللي كينضر بزاف في وسط الناس وكيكون مظلوم. لهذا كنتمنى انكم تعطيو لايك وانكم تبارطاجيو. سواء انا ماشي شغلي بغيت تعطي لايك ولا ما بغيتش تعطي لايك ولا ما بغيتش بارطاجي. عندي ناس خافيين كيبارطاجي وكيوصلوا الفيديو نتاعي لناس اخرين، كيتسموا جنود الخفاء. انا نعطيكم واحد القصه، صدق او لا تصدق، بنت في فرنسا اتصلت بيا قالت لي يوسف قبل ما نشوفك جا عندي، كنت قاعده وجا عندي شي واحد وقال لي في الودن تذكري هذا الاسم، اسم يوسف والجزء الخامس، قال لها الخامس يعني الجزء الخامس اللي هضرنا عليه، ولا قبل بخمس ايام. يعني غادي نشرحوا ان قبل بخمس ايام شافتها، يعني نهار الخميس ولا اليوم الخامس، او بغى يركز لها على الجزء الخامس انا تفرج فيه من عند يوسف، وقال لها عقلي على هذا الاسم، قالها لها في ودنها وهي بقات معجبه ما كتعرف حتى شي واحد يوسف. هذا كنقول لكم جنود الخفاء، راه كاين ناس اخرين جنود خفاء اللي كينشروا الفيديوهات نتاعي. يعني بغيت انت تعطي لايك ولا ما بغيتش تعطي، يعني عادي تشارك في الحمله، وغادي ان شاء الله نوصلوا الرساله للناس، لان احنا رحنا ما باغينش باش انا ما باغي لا شهره وما باغي لا فلوس وما باغي لا دنيا لا والو. باش نقول لك انا نجي لك مثالي، انا داير الله قدامي، انا باغي الجنه، وما هذا الشيء تاع متاع الدنيا راه ما باغيش، وراه اللي كيعرفني وكيهضر معايا راه كيعرف عقليتي، انا ما باغي لا متاع الدنيا لا والو. فهمت؟ انا باغي توصل الرساله للناس في سبيل الله. نمشيو للنقطة الثانية، النقطة الثانية هو لي جروب. بزاف الناس كيقولوا دير جروب، دير مجموعات يوسف، دير مجموعات يتجمعوا فيها الناس جروب. هذه خطيرة على الزهريين، هذه خطيرة على الزهريين. ديوا من عندي بزاف الناس طاحوا في الفخ، وخاصة النساء كيستغلوا النساء المشعوذين، كيدخلوا في لي جروب في لي فيسبوك أو في لي واتساب، كيدخلوا وكيستغلوا النساء، صيفطي التصويرة نتاعك، صيفطي لها، كيمشي يلبسها بجن وكيصدق دير لها الطاقه نتاعها ولا كيصدق مخولها. فهذا ما تدخلوش في لي جروب، ما تهضروش مع الناس، ما تجمعوا المعلومات. قلت لكم اسمو ديروا دفتر يكون عندكم في الدار، يكون عندكم دفتر، جمع المعلومات من عندي، جمع المعلومات من عند واحد اخر، بحث، جمع المعلومات، كتب 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 داك الشيء، كتب اللي كتحلموا، جمع المعلومات وغادي تستافد وتاخذ عندك فكره. ماشي انك تتصل بشي شخص اخر ينصب عليك او يصيفط لك
يصيفط لك شي حاجه يقول لك دير هادي او لا دير هادي ديال التشاويد ويصدق ملبسك بجن، ولا مصيفط لك شي مبعوث من عنده وكيدخلك وكتصدق انت ما ناعس لا ليل لا نهار وكيصدق انت مخول لك في حياتك. هذا هو اللي كننصحكم به، يعني الجروبات زيرو، ما تدخلوش لي جروب لا فيسبوك ولا واتساب، لان كاين ناس بزاف للاسف، الناس بزاف تبعوا الماده وداروا الدنيا قدامهم ونساو الجنه ونساو العقاب لا كيستناهم يوم القيامه. يعني كاين جهنم عاد وما ادراك ما جهنم، فهمت؟ راه عاد كتنتظر جهنم كينتظرهم. لهذا الناس نساو الدنيا نساو الاخره ومتبعين الدنيا، وكيطيحوا الفخ كيطيحوا الزوين كيطيحوا في هذا الفخ. هذا هو فخ الفخ ديال المشعوذين وديال التشعويذ، وش كيقول لها صيفط التصويره اش كينصب عليها. والمهم القائمه الطويله، القائمه الطويله هو انكم، انا كنعاود نقولها انا نقولها وسمع ما نقول، حذاري 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 من المشعوذين، تفهمنا؟ حذاري حذاري جد خطيرين وانتصام الشياطين، فهمت؟ واخا انتم اقوى من المشعوذين ولكن كطيحوا في هذا الفخ كتمشي لكم الطاقه نتاعكم النورانيه، ماشي كتمشي لكم، كتمشي لكم الا مشيتوا دخلتوا عند المشعوذ او انكم درتوا النيه في هذا المشعوذ. هو كينصب عليكم كيصيفط لكم جن ولا يصيفط لكم شيطان نتاعو ولا ما اسمو كيديروا، يعلم الله باش كيامنوا دوك الناس كيصيفطوا كيصدق ملبسينك انت وكيصدق انت مخوليك الحياه. لهذا لي جروب زيرو، اللي يقول لك ندير جروب ولا ممنوع تدخلوا لي جروب، الا كنت زوري ما تدخلش لي جروب، استافد جميع المعلومات، كتب يكون عندك دفتر عباد الله، شي دفتر وستيلو جمع المعلومات، كتب 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 المعلومات، تخرج بواحد الريزولت وتخرج بواحد النتيجه في التالي، في التالي تكون عندك نتيجه. جمع المعلومات وهاد، شوف المعلومات ربانيه، ما تجمع المعلومات انت اللي كيقول لك سير شعوذ ولا سير دير هادي ولا جمع هز معاك حارز ولا دير، جمع المعلومات اللي كيهضر لك في الصح، اللي كيقول لك القران والدين والايمان والذكر والصلاه، فهمت؟ هذا هو اللي تتبع. وما هذاك اللي كيبقى يقول لك دير حز ودير هادي وذبح هادي وغسل راسك بالدم وهذا، فهذا انك تفتح فيك البيبان، ولا تفتحوا فيك البيبان، الا تفتحوا فيك البيبان راك مشيت فيها صافي. يعني نقول لكم التالي، كي تفتحوا فيك بيبان راه واخا فين ما تمشي راه كيبقاو فيك دوك البيبان مفتوحه، راه صعيب باش تطرق البيبان ملي كيتفتحوا فيك. المهم شوفوا شوفوا هذا الكلام اللي قلنا شحال دوزنا، 6 دقائق باش نهضروا على شي نوعيه والناس. المهم انا الا كيبان لكم انا اكفس واحد اللي كيرسم في العالم، انا كنرسم الصراحه، الرسم تاعي ما كنعرفش كاع نرسم، مي كندير واحد الشكل باش كنوريكم اللي كنبغيو نركزوا عليه ونبغي نفهمكم، كنبغي نوريكم بواحد الطريقه نتاع. المهم ندوزو دابا للعالم الزهري. هذا هو مثلا الزهري، الزهري هذا هو الزهري، هذا شكون هذا؟ شوفوا هذا الشيء هذا كله وسخ، هذا الراس نديرو حنا من الجسم، هذا هو الراس، بقى العنق ولا العنق ولا كي كتقول العنق، العنق مال الفوق. كاين ناس اللي ما كيفهموش الدارجه نتاعي الشرقيه، راني كنحاول نهضر بالغربيه بالدارجه بالشرقيه، كنحاول نهضر بحال واحد الفيديو قلت بلا ما تهضروا مع الله والناس ما فهموش. ما تهضروش مع الله هو انك ملي يظلمك شي واحد بلا ما تدعي راه الله كيعاقب داك الانسان في ظرف 24 ساعه 48 ساعه تسمع شي خبار عنده، هذاك اللي هذا هو اللي بغيت نقصد ما يوصلش مع الله، يعني بلا ما تهضر بلا ما تصدى راسك. وانت الزهري الا مشيت ظلمك شي واحد وسبيتو صافي راه ما عندك والو، راه ما كيعاقبوش الله، لان انت تكلمت بكلام فاحش، انت ما تسب شي واحد ما تهضرش مع شي واحد، ظلمك خليه من نور ربي وراه ربي اللي يخلصو، فهمت؟ هذا هو اللي بغيت نقول لكم، يعني ما تهضرش مع الله. كاين الناس اللي ما كيفهموش الدارجه اسمو كنقول. المهم هنا كما كتشوفوا هذا كله اوسخ، شوف هذا نقرب لكم، شوفوا هنا الوسخ هذا، هذا راه وسخ، هذا راه وسخ حاشاكم زبل وسخ، هذا في الانسان في جسم الانسان كيوصل حتى لهنا. هذا القلب نتاعو مشى، الريه نتاعو، الدواره نتاعو كما كتقول، لي ستوما نتاعو، رجليه، كلشي مشى، كلشي مدقدق. هذا عامر اسحار، هذا الشيطان سحروا له، هذا مخولل، هذا عنده النفس وسواسه موسوس من راسو، هذا ساحري له العائله ليه، مخرود العائله نتاعو ما فيهاش، ما عنده خدمه، ما عنده زهر، ما عنده حتى شي حاجه. شوف كيفاش داير، هذا علاش داير هذا الشيء، علاش هذا الانسان راه بهذا الشكل هذا. هذا كيوصل حتى انه كي راكم عارفين كيدير كورده ويبغي يدير واحد القنبه، كتقول قنبه، كيدير قنبه ويبغي، ما نبغي نقولها في اليوتيوب لان ممنوع تقول هادشي في اليوتيوب، لان كيوصل لحد هنا البلاصه اللي ما كيقدش عليها، ما كيقدوش عليها، يستولوا عليها الشياطين والجنون، ان هاد المنطقه هادي كيقدروا يسكنوها، ولكن هنا ما يقدروش لان هادي منطقه الهيه لينيرجي في السماء، ممنوع هادي شي واحد هنا. والفاس نتاعك راه حتى اللون نتاعك راه ممنوع، فهمت؟ وخاصه ملي كتكون تصلي، كتشوف ملي كتكون تصلي لان راه ممنوع يكون شي حاجه قدامك،
اي حاجه الا الله سبحانه، هو اللي عنده الحق يكون قدامك. وهنا فهمت، والشيء الاخر في الجسم قل لهم يقدروا يسكنوك ويقدروا يخولوك ويقدروا يشيطنوك. هذا هو الجسم ديال الانسان. شوف كيش داير، موسخ تبع الدنيا، هذا تبع الدنيا. سامح في طريق الله. زهري، الزهري انت مخلوق ماشي باش تبع الدنيا. اول حاجه نقولها لك، يعني تبقى تقول لي حقا بغيت ندير، بغيت نطلع، بغيت نهبط، خصك تخدم الارزاق بيد الله، خصك دير الله قدامك، امور الله للرزق. هتقول لي لا انا بغيت وبغيت، لا خويا ما مخلوقش انت لهذا، الله اللي كيعطيك، انت خصك تستنى الله يعطيك. فهمت فهمت، وترضى بالقليل. راه واخا تقول لي تخرج بلادك، كاين اللي كيخرج مسكين يمشي للخارج وحق، كيبقى نفس الرزق. تخرج بلادك راه بقى نفس الرزق، الا كنت فقير تبقى فقير، يا راه نفس الرزق راه اللي مكتوب لك يوصلك. يعني ما تبقاش تعلق فين تتفلق كما كنقولوا لها حنا. يعني انت شوفوا هذا، يعني هذا خارج الطريق، هذا مشكل فهمت، تابع الحرام، كيدير شي حاجه. هذا السيد هذا دار شي حاجه، دار شي حاجه باش توصل لهذا النتيجه. شوف شوف شوف، 90% من الجسم تاعو مشى فيها فهمت، راه بقى وي فهمت. 90% ما كيتحكمش في الجسد تاعو، الشياطين والجنون. شوف كيفاش داير، هذا راه ما شربوش الدم تاعو، هذا راه شربوه هو كاع، كلاوه كاع، داوه كاع، هذا راه كيستنى يمشيو يدفنوه. فهمت، لهذا هذا ما تابعش الطريق، ما كيذكرش الله، ما كيصليش الصلوات. اغلب 90% في الزهري ما كيصليوش، عنده مشكل في الصلاه. والاغلبيه علاش ما كيصلوش؟ كيكون مسكونين من جن، جن، اما كيكون ماسوني. الاغلب ديال الزهري مسكونين من جن ماسوني او كافر. في هذا ما كيخليهمش يصليو، الاذان ما كيعجبوش، الصلاه ما كتعجبوش، القران ما كيعجبوش. فهمت، كيقرا سوره البقره ولا يسمع سوره البقره كيترعش، كيسمع الاذان كيوقع له خلل في الجسم تاعو، لان هذا شوف تاثر بزاف. فهمت، تاثر بزاف. علاش؟ لان من صغره ما كاينش تاطير، ما كاينش تاطير من عند الوالدين، ما كيحميوش الزهري، ما كيعلموش يصلي من صغره، ما كيديروش الذكر في راسه. فهمت، كيبقى عاطيها تفرج التلفازه، راكم عارفين متى الدنيا، بقى بنا محال في موت التلفاز جوج سوايع، مسلسلات، هادو افلام، هادو متاع الدنيا، كيتبع متاع الدنيا وكينسى ذكر الله، ما كيتكونيكتاش مع الله، وكيبقى الجسم تاعو زايد، زايد، وكينقص، ما كيبقاش يتحكم فيه. وحتى انه اللي كتبقى تشوفو كيشوفو الجن، واللي كتبقى تهضرو كيهضرو الجن، راه ما كتهضرش انت. بعض المرات راه شي واحد يهضر معاك، راه ماشي هو اللي كيهضر، راه اللي كيهضر هو اللي فيه، هو اللي كيتحكم فيه، هذا هو اللي كيتحكم فيه. شوف الطاقة هذه، هذا راه اللي جا كيدخل عنده. صافي، فتنا هذه القضية. شوفوا هذا، شوفوا العكس، شوفوا العكس نتاع الإنسان المؤمن أو الإنسان الزهري اللي قال طريق الله. شوف شوف، كتجبر عنده 90% الجسم تاعو بيض وهو اللي كيتحكم فيه، وواحد 10% اللي كيتحكموا فيه الشياطين والجنون والتخوليل. فهمتوا هذاك الشيء؟ كتجبروا هذا الانسان هذا كيذكر الله، هذا الانسان هذا كيصلي، هذا الانسان هذا قاب طريق الله، هذا الانسان حامد الله على القليل، ما كيشوفش اللي قدامه، كيشوف اللي موراه، كيشوف اللي رايبات في الزنقه، مش كيشوف داك اللي عنده عمارات، ويشوف داك اللي السيارات، وما كيطمعش في الدنيا. هذا شتو، هذا اللي عنده الفراغ، هذا الانسان هذا اللي عنده، سواء كانت انت او ذاك، ما كيبغيش الدنيا، كيبغي الاخره، وكيسهل له الله، والرزق نتاعو كيجيه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. سمع هذه الكلمه، من حيث لا يحتسب. ماشي انك انت كتقول لك دخلت لواحد الخدمه وخرجت منها، دخلت واحد الخدمه وخرجت منها، خصك ترضى بالقليل، داكشي اللي مكتب لك الله غادي يوصلك. اذكر الله وصلي، لان الشياطين ما كيقدروش عليك، يمشيو لدوك الناس اللي معاك، صحابك، صحاباتك، المدير نتاعك تاع الخدمه، العائله، كيقدوا عليهم، انت ما كيقدوش عليك. شوف انت كيفاش داير، هل الانسان كيذكر الله بزاف، هذا باش توصل لهاد الطاقه خصك تكون تذكر الله بزاف، خصك تكون كونيكتي مع الله، خصك تكون تصلي، خصك تكون تذكر الله. هادي تخيل معايا تكون امراه، هادي الا كانت امراه وكانت حامله، هاد الانس الذي يخرج فيها غادي يخرج توازن، يخرج طاقه نورانيه. اما تخيل معايا واحد المراه تكون في هاد الشكل هادي، وتحمل سما، غادي يخرج من داك الولد، تما غادي يخرجوا طاقه كلها عامره سلبي، غادي يخرج داك الولد وداك البنت كله سلبي. فهمت، كيخرج داك الولد وداك البنت كله سلبي. فهمت، يعني كيخص بنادم يحمي روحه، يحمي روحه بالانتي فيروس، وهو القران. ويكذب عليك كاذب اللي قال لك، يعني الانسان اللي ما يقراش القران ما تسرحلوش حوايج، راه غلط. يعني بالقران راه الحوايج كتسرح لك، يعني كاين ايات، كاين صور، كاين اذكار، كاين تكونيكتا مع الله، تشوف العجب، تكونيكتا مع الله. هنا غادي نهضروا على حساب السحر، الشياطين او الجنون اللي كيسحروا. كاين جنون ارضيين
هما اللي كيسحروا الانس بزاف باش كيجبدوه. حذاري من الماكله في المنام، كاين الناس اللي كياكلوا. راه واخا شي واحد كيقول لك انا ما كان انا ما وكلوني ما سحروا لا والو، ولكن راه مجنون وكلوك في الليل. كاين اللي كيعقل اللي ممكن اللي ما كيعقلش. هو انك خصك اخويا تقرا القران قبل ما تصلي وتدعي الله وتكون كونيكتي مع الله باش يحفظك من هذا. راه ما تقدرش تحفظ منهم الا بالذكر والتحصين، لان راه مجنون يقدروا كيديروا واحد اللامه نتاعهم بحال اللامه نتاعنا ديال الانسان العادي، وكيدير واحد الحضره عليك وكيوكلوك في الليل. وكاين اللي كيذبحوا عليه الله يسهل، يذبحوا لك مش كيذبحوا لك مش ويسحروا لك فيه في المنام. جنون هما خطيرين، كيقدروا يديروا هذا الشيء باش يسلبوا لك الطاقه ويطمسوا لك البصيره نتاعك، لانهم عارفين انت عندك طاقه نورانيه ومجهد. ولكن هادو اللي كيستولوا عليهم بهذه القضيه هما اللي خارجين ما كيتبعوش طريق الله، ما كيصليوش ولا كتجبرهم ما كيذكرش الله، كيكون ديزكونيكتي، كيكون ما مكونيكتيش مع الله، ما كيكونش مكونيكتي بزاف. فهادو كيستولوا عليهم هاد الجنون هادو. كاين اللي كينوض وهو محني، كاين اللي كانت البنت والاغلبيه والدراري كينوضوا هما محنيين في يديهم. هادو مزوجين بجنون وجنون ارضيين، وعندهم اسماء بحال الاسماء نتاعنا، وهما جد خطيرين كيستولوا عليهم وكيزوجوك به. كيزوجوك به علاش؟ كيجبدوك الطاقه نتاعك وكتزوج بك مراه ولا راجل منهم، فهمت؟ فين راه النورانيات نتاعك؟ لان انت راك غايب، على ما عندكش تأطير من الام من الاب من الصغر، ما كتصليش ما كتذكرش الله، فهمت؟ لو كنت تكون تصلي ومحصن راه ما يستوليوش عليك هاد الجنون هذا. انا نعطي لك يعني اللي كيستوليو هاد الجن هو اللي كيكون يعني بعيد على طريق الله، فهمت؟ انت تنوض، كاين اللي كينوض هو محني في يده، هذا كيكون مزوج بجنيه ولا بجن، سواء كانت انثى او ذكر. انا نزيدو حذاري من اللون الاسود، كاين اللي كيلبس اللون الاسود. اللون الاسود كيتغذى به الجن الخبيث او الجن اللي ماشي مزيان، يعني ما كيعجبهم الشياطين حتى هما، وخصوصا الجن كيعجبو اللون الاسود. ما ديروش اللون الاسود بزاف، ما تلبسوش، حاولوا تلبسوا اللون الابيض. ما قلنا اللي كينوض بيدو محنيه كيكون مزوج بجن ارضي، وهاد الجنون الارضيين الى حنيت وكنت كتسمع وكنت كتلام معاهم كتلقى راسك راك في شي حضره ولا في شي لامه معاهم، فكتسمى انت واحد من العائله نتاعهم، فهمت؟ كتسمى انت واحد من العائله وماشي مزيانين هادو. من الاحسن خرج من هاد اللامه هادي اللي كانت تقولوها انتوما، وحاول انك تذكر الله بزاف. تقول لي كيفاش نقوي راسي اخوتي؟ الذكر ديال الله، الذكر ديال الله، تكونيكتا مع الله، الذكر ديال الله، القرايه ديال القران. راه القران هو الدواء نتاعكم، راه القران هو الدواء نتاعكم، راه السجاده هي الدواء نتاعك. ما تبقاش تقول لي حقا نمشي عند فلان ولا فلان يدعي لي، ولا نمشي عند سيدي فلان ولا سيدي فلان. وراه الله هو سيدك، وراه الله هو اللي خلقك، فهمت؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. من غير هادشي راه ما كاينش لي تتبع الوصايا نتاع الله، تبع القران نتاعك، قرا القران نتاعك، راه هو اللي بروتيج نتاعك، راه هو اللي يحميك، فهمت؟ يعني ما يكذب عليك الكاذب، فهمت؟ يكذب عليك الكاذب. يعني راه من غير القران والسنه النبيه السنه النبويه والقران نتاعك اللي نزل الله والصلاه نتاعك، راه من غيرها راه ما تشت يعني ما تقوليش حقا تحمى حقا تمشي وحقا يدعي معاك فلان ولا، راه الله هو اللي ينجيك. هنا واحد النقطة، أنا باغي نختصر الفيديو، لكن الفيديو غادي يكون طويل إن شاء الله. هنا واحد اللقطة، احذروا من المشعوذين. احذروا من المشعوذين، يعطيك زلافة يقول لك شوف فيها. اللي كيمشي عند المشعوذ بعدا كاع ما يتفرجش في الفيديو نتاعي بعدا كاع. المشعوذ أنا كنقول لكم راه خطير عليكم الزهورين، راه كيشفر لكم الطاقة، كيعطيك زلافة تشوف فيها، يعطيك مراية تشوف فيها مكتوبة من اللور، راه كيشفر لك الطاقة نتاعك. ما تلبسوش الخاتم، عن حذر ولبس الخاتم. هما راه كيستوليك بالخاتم، كيلبس كيدير الخاتم كيدير فيه الجن، وكيقول لك لبسو حق راك تعافى وهذاك، وهذاك الخاتم هو اللي كيلبسك به بجن باش كيستوليو عليك، باش كيستوليو بالطاقه الشيطانيه نتاعهم على ذاك الجن نتاعك اللي النوراني، ولكن ما يقدروش يستوليو. هما راه ما يقدروش يستوليو على الزوري، غير كيشفروا ديك الطاقه النورانيه نتاعو باش كتمشي عند دوك الجنون الكفار اللي مع ذاك المشعوذ باش كيخدم بها. لهذا حذاري 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 المشعوذين. انا كاين واحد الخبر كيقول ان الزهري ملي كيشوف في القمر كيكون صغير، وكيشوف في القمر بزاف كيقولوا وكيظنوا بان الشياطين تما كيكونوا ساحرين له، او الجنون كيكونوا ساحرين له باش كيطمسوا البصيره نتاعو. الزهري خالق ترابي روحاني رباني، يعني الزهري خالق ترابي روحاني نوراني رباني، اما البشر العادي فهو ترابي روحاني فقط، يعني ماشي نوراني. يعني الاختلاف ما بينه ما بين الزهري ما بين البشر العادي هو نوراني، يعني كتلقى نوراني. اما اش كتلقى مثلا الماده كتعطي للبشر العادي لانه ترابي، اما الزهري روحاني ترابي رباني، يعني كتلقاه مكونكتي 70% مع السماء مع الله مع الاحلام مع هذا 70%، ما كتعطيش الارض.
ما مخلوقش باش تعطيه المادة، قليل الزهري اللي كتعطيهم المادة. يعني انت الزهري العكس في العمل والزواج والحسد والغيرة، والزهري معكس، الحياة تاعو كتبان له معكسة. يعني شوف هادو كلشي كيكون عندك معكسين، الزواج والعمل والمال، هادشي كلشي كيكون عندك فيهم معكس. يعني خصك كما قلت لكم ترضاو بالقليل وغادي يرزقكم الله من حيث لا تحتسبون. يعني الانسان اللي عادي راه معطيه له الدنيا، انت ما معطيالكش الدنيا، انت معطيه لك النورانيه الربانيه، خصك تكون مكونيكتي مع الله باش يفتحوا لك البيبان، فهمت؟ هما الشياطين والجنود كيحاربوا الاولاد والدراري الصغار اللي ربانيين نورانيين، اللي كيكونوا ربانيين نورانيين، فهمت؟ هما كيحاربوهم. اما البشر العاديين مخلينه عارفين ما في الدوش وما تبع الدنيا. اما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه كيقول في الحادثه، كيقول لك يعني في ملي كيتزاد هذا واش درتوها؟ ما سير سول امك ولا باك ولا راه ما درتها ولا ما دارها، فهمت؟ دمني وطلع، راه كاين الناس اللي ما كيديروهاش كاع هذه، سول دابا راه ما كيديروهاش هذه بعدا كاع، وهذه راه كتبروتيجي، هذا هو الحمايه ديال الدري الصغير ولا البنت، راه قليل اللي كيدير القضيه هذه. راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك منين تزاد الولد عندك ولا البنت، كاين في حديث كيقول لك ود له في الايد في الود اليمنى وقول بسم الله الرحمن الرحيم، قول سمي الله ود له في الود اليمنى. وحتى الا ما ودنتش كي تزاد الابن من كرش امه ولا الابنه، خصك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول له في الود اليمنى، الود اليمنى بصوت مرتفع، هالك كتبروتيجي. او الاذان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الاذان اللي ودنت له في اليم الاخر كتبروتيجيه من دوك الشياطين دوك الجنود اللي كيبغيو يسكنوه ملي كينزل من كرش امه، كتبروتيجيه الحياه نتاعو كلها، فهمت؟ حياته كلها، لان اول حاجه سمحها هو الاذان وبسم الله والله اكبر، يعني قال لك كبروا الله. شوف يعني هذا الشيء شكون اللي كيدير به؟ حتى واحد، قليل الا من رحم ربك اللي كيتذكر هذا الشيء، راه قليل ما كيديرش هذا الشيء. الناس فاتناهم الدنيا وغاديه مع الدنيا. الحاجه نقولها كاين، يعني بزاف الناس كيبقاو يقولوا كل انسان عنده قارن شيطاني، يعني من الانبياء والرسل ما كاينش اختلاف، البشر كله عنده قارن شيطاني، وهذا القارن الشيطاني مخلوق باش يغوي الانسان للغواء. يعني الا عبادك منهم المخلصين، خصك تكون مخلص يا عمي، خصك تكون مخلص، مخلص لله الخلاص، راه قالها الشيطان في القران، يعني هي عبادك منهم المخلصين، يعني راه الا يسلك منها هو المخلص. هذا علاش دايرها ربي؟ ربي ماشي كيفرق الجنه، راه الجنه ما ولاتش راه تلقاها في الحانوت، الجنه راه خصك تخدم لها. يعني كيخلق وكيدير معك الشيطان قارين ذاك، يعني كيدير لك اختبار واش انت انسان مخلص ولا هذوك البشر العادي اللي تبع الدنيا. فهذا كيتسمى واش عندك الاخلاص الحقيقي باش تقبل الجنه ولا ما عندك. الا ما عندكش تفوت ديرك للنار، فهمت؟ يعني باش كيدير لك تيست، يعني كيدير لك واحد التيست باش كيشوفك واش انك مخلص ولا ماشي مخلص، يعني واش كيتحكم فيك هذا الشيطان. وكيكون واحد الشيطان الى الاغواء، للاغواء للشهوات وللاغواء، وكيزيد يربي لك النفس، الا خليته هو كيطوع لك النفس وكيخلي النفس كتبقى النفس نتاعك سمو كنقول لك كتستمر على داكشي اللي كيديرو الشيطان، ديك الطبايع، فهم؟ كنقولو بليه، كتجبر مثلا في رمضان الانسان كيدير شي حوايج اللي كان كيديرهم قبل رمضان، فهمت؟ لان الشيطان ما كاينش في رمضان، كيكون مكتف، ولكن في رمضان كتجبر الانسان كيديرو. علاش؟ لان النفس نتاعو استمرت على داكشي اللي كان كيديرو من قبل، تربات عليه. النفس بحال واحد البيبي، الا ربيتها انت على الخير تمشي على الخير، ربيتها انت على الشر تمشي على الشر، فهمت؟ يعني انت خصك تكون عندك حاجه واحده اللي خصك تعرف تميز ما بين الخير والشر، هو هذا العقل اللي خلقه الله للانسان، العقل الباطن. وكاين العقل الباطن ما معروفش فين كاين، واخا كيقولوا الناس هنا راه ما معروفش العقل الباطن، فهمت؟ يا اولي الالباب، راه اللب راه ما معروفش، راه يلاه اللي عارفين كاين حط لنا اللب، وفيه كاين الروح، في اللب كاين الروح. وكما قلنا هذا الشيطان هو ابتلاء من عند الله، يعني ابتلاء من الله، يعني كل انسان عنده شيطان، عنده واحد الفيروس، وداك الفيروس كيحاول الانسان يتخلص منه، فهمت؟ علاش دابا انت مثلا، نعطيك مثال، الا كنت في واحد الدرجه ديال الايمان كبيره بزاف كتكون احسن من الملائكه، لان الملائكه ما عندهمش الشيطان، ما عندهمش، يعني الملائكه نيشان خالقين كيسبحوا الله، كاين فرق كل فرقه واسمه خالقين كيسبح الله، ما عندوش اغواء، ما عندوش الشيطان، كيعرف الله كيسبحوا. انت زايد كتسمع في القران كاين الله وكاين الرسول صلى الله عليه وسلم، كتامن، فهمت؟ وعندك الشيطان كيغويك، عاد عندك الفيروس، عاد عندك في الجسم، فهمت؟ كيغويك كيجيك في الدم، وانت كتغلب عليه، فانت اقوى من الملائكه اللي كاينين عند الله، انت مجهد عليهم الى وصلت للدرجه، فهمت؟ هذا هو اللي خصكم تعرفوه. يعني راه كاين فرق ما بين الاغواء وما بين الشيطان وما بين القارين الشيطاني وما بين القارين ديال الجن، فهمتوا؟ خصكم تفرقوا هادشي. اللي الناس اللي كيقول لك انا كنصلي وكندير كل شيء ولكن معكسه للدنيا، فهمت؟
ربما عندك القارين تاعك غالب عليك في شي نقطة، عندك شي نقطة راك فاتح له شي باب، وداك القارين الشيطان غاويك على شي حاجة. أما الجن الصالح اللي كيكون رباني، كيكون من جدودك، ولا كيكون تابعك على حسب الذرية، كيكون صالح، كيكون مؤمن صالح، ماشي دوك الجنون الخاطرين اللي كتابين الإنسان كيهدموا فيه. هذوك كيكونوا أغلبية كيكونوا كبار في السن، وكيكون الأنثى للأنثى والذكر للذكر كيتزاد مع الزهريين. علاش دابا انت كتمشي عند الراقي ما كيشوف لك والو؟ لان هذاك زايد معاك، داك الجن كبير زايد معاك، هو راه ما يقدش يخرج الراقي وما كيأذيكش، يعني ما زايدش باش يأذيك، فهمت؟ يعني كي تقول لي علاش وانا علاش حياتي مكفسه، انت درت شي حاجه في صغرك هو خوى عليك، خصك تقرب لله وتولي من جديد. يعني ملي كدير شي حوايج، احنا قلنا الحوايج اللي كيدير بنادم، الانسان كيتغوى، الله يعفو على الشباب والشابات، الشراب منهم، الزنا منهم، بزاف الحوايج، يعني الكبائر، لهاد الحوايج الخبيثه اللي كيديرهم الانسان، هذا فيروس كيدخل في جسم الانسان، تما كيخلي داك الجن الصالح اللي كنكون زايد معاك كيبغي يحميك كيخليه بعيد عليك، واسمو كيدخلوا الاخرين. شكون هما؟ هذوك صحاب الماسونيه والكفار، وعددهم كبير اللي كيبقاو غير متيهينك، فهمت؟ ازيدها سير عند الفقيه، سير هنا سير هنا، وكيوسوك هذا راه سحر لك، هذه سحرت لك، وهما كيكونوا ساحرين لك كاع، والروينه ملونين لك الحياه كلها. هنا كاين واحد النقطه نتاع الزواج، مثلا كتجبر، مثلا انت صالح مؤمن، كتصلي كتقرا القران كتذكر الله كدير كل شيء، ولكن الزواج عندك معكس. علاش؟ لان داك الجن اللي راه معك صالح باذن الله، هذاك كيتما قارين ديالك، ما كيخليكش تزوج من انسان عاديه، ولا ما كيخليكش انت تزوجي من انسان عادي، لانه هو عارف، كيعرف الزهري اللي غادي تزوجي به. وبزاف الناس اتصلوا بيا، جوج الناس ولا ثلاثه شافوا في المنام الزوجه نتاعو، كانت اللي شافت الزوج نتاعها، شافته كيوريوه لها القارين، كيقول لها ولا تزوجي به. يعني صبروا، ماشي تبقى مزروب على الزواج، لا باغي نتزوج باغي نتزوج، كيفاش ندير نعرف هاد الزوجه والزهريه ماشي زوج؟ عبد الله كانك ترى غادي تشوف الزوج، غادي يوريوه لك في المنام، فهمت؟ ماشي انك تبقى زارب على الزواج، ربما تزوج كنت كتبغي الزواج، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني كيقول الله في القران، يعني عندك تبقى تبغي شي حاجه وراه تولي لك شر، انت تبقى تزوج جوج، ومن تدخل تعرف تدخل الحياه الزوجيه مع هذاك الانسان، راه كتدخل جهنم، غادي تندم على تزوج، وغادي تنقص لك الطاقه، وهذاك السيد غادي يصدق مفركت لك القلب نتاعك، ولا مشى لك الحب من القلب نتاعك. هذا هو نقطه الضعف ديال الزوجيه، يعني مشى لك الحب من نقطه الضعف نتاع الحب من الجسم نتاعك، راه كيوقع لك واحد الخلل في الزهريه، فهمت؟ لهذا انا احتفظ بالزهريه، ما تزربوش على الزواج، كنت انثى او ذكر، استنى داك الشيء يجي باذن الله، استنى داك الشيء يجي باللاتي ويجي باذن الله. جاو 20 واحد خطبوك وما تزوجتي، استنى تيجي، لان هذوك راه ماشي مكتبين لك، وهذوك راه ماشي مزيان وما تصلحوا لك للزواج، فهمتي؟ واخا كيبان لك انت انسان كانه مالك، ف من الدخول للدار غادي تشوف اسم هو الملك، هادي يرجع الشيطان، هذاك الانسان كيرجع الشيطان، كيجر ضدك، وكاين المشاكل لا تحصى ولا عد في المنازل، فهمتوا؟ انا واحد النقطه، ممنوع التبرع بالدم او الحجم، الحجامه او الدم. كاين ناس اللي مشاو زهريين تبرعوا بالدم ولا داروا الحجامه، ومن تما بدات عندهم مشاكل. وعلاش؟ كيقولوا كاين واحد الاخبار كتقول بان تما الشياطين ولا الجنون اللي ضدهم مشعوذين، ولا كيقبضوا الدم نتاعو كيسحروا له به. لهذا حذاري من تعطي الدم ولا تبرع بالدم، او لا تمشي دير الرقيه، ماشي الرقيه، تبرع بالدم او الحجامه كما كتقولوا نتوما. اللي كيدير الحجامه راه خطير بزاف، خصوصا الزهريين. انا واحد النقطه، اغلب الزهريين عندهم مراتب، زهريين عندهم مراتب، عندهم جنون اما ملوك او سلاطين. اغلب الرتبه هي اغلى رتبه الفوق ديال الجنون هي السلاطين اللي كيكونوا مع الزهري، اما الملوك وكتجي بقى هابطه. يعني اغلب الزهري كيكونوا معاهم ملوك، او يعني ملوك او سلاطين ديال الجنود، كيكونوا مع الزهري، ما كيكونش مع جن عادي. هاد الزهري اللي كيتزاد على 7 شهور، كاين زهري اللي كيتزاد على 7 شهور، كيحطوه في القرعه، كيبقى في واحد الاكسجين من بعد اللي عاد كيقلوه من القرعه باش كيكمل الحياه نتاعو، كيتزاد على 7 شهور. هذا كيكون من اخطر الزهريين. هاد الزهري هذا كيهاجموه من صغره، هذا اللي كيتزاد على 7 شهور، كيهاجموه بالسحر، هذا كيعطيوه السحر من الصغر نتاعو، الشياطين والجنون. هذا كيكون خطير، هذا كيكون باغيين يفرعوه من الصغر. شوف كيتزاد على 7 شهور، هذا مجهد، والاغلبيه السلاله نتاعو كتخرج الزهريه كلها، فهمتوا؟ هادو صحاب 7 شهور، هادو اللي زايدين 7 شهور كيكونوا اكبر المعانين في الزهريين، كيعانيو بزاف، وكيطمسوهم السحاره وهذوك المشعوذين الجنون، وكيشاركوا فيهم ناس
يسهلوا حتى الناس باش يشاركوا باش يسحروهم، فهمت؟ كيكون الصغر مسكين نتاعو كيعاني، حتى الكبروا كيطمسوا له البصيره، اغلبيه نتاعهم طموسه البصيره عندهم. هذا كاين واحد النوع اخر اللي كيتزاد في الغلاف، هذا كيكون بروتيجي، هذا كيكون عنده واحد البروتيج، هذا كيكون عنده الزهر بزاف في الزهري، هذا هو اللي عنده الزهر بزاف، عنده الزهر، وخصوصا الرجال نتاع الزهريين اللي كيتزادوا في الغلاف، حذاري حذاري من الزينه، راه كتكون لكم تسهيل مع النساء او المراه اللي كتزاد زهريه مغلفه في الغلاف، راه كيكون تسهيل في الالتقاء مع الشباب، فحذاري من الزينه، هادو راه كيسهلوا لهم، وخاصه الشياطين وجنو كيسهلوا لهم هذه القضيه، راه باش كيطيحوا في الزينه، ولا طحت في الزينه راه كتنقص الدرجات نتاعك. هذا واحد الانسان اخر اللي كيتزاد برجليه الاول، ما كيتزادش براسه، هذا كيكون تسمى قاهر العفاريت والجنون، هذا كيكون قاهر العفاريت والجنون، هذا كيكون يغلب عليهم كيمرضهم، فهمتوا؟ كيخافوا منه، من ما داس كيترش كيترش، وخصوصا هذا اللي كيتزاد على 17 واللي كيتزاد برجليه متشابهين بزاف، هذا اللي بحال شي سبع، كيخافوا منه الشياطين والجنون، من ما داس كيخافوا منه، كيهاجموهم صورهم والمشاكل، كيمنعهم من الموت والسحر، فهمتوا؟ وراه كاين واحد الزهري كاين كيتشارك واحد الحاجه، الله راه كيحميهم من الزينه، راه كيخافوا من الزينه وكيخافوا من هذا الاجتماع الغير ديال الحرام ما بين انثى وذكر، فهادو الله كي الزهريين كيحميهم، ولكن ان فوا كيطيح في هادشي راه كيفتح عليه بيبان الشر، انت راه كيفتح عليه بيبان الشر، هذه واحد القضيه اخرى. الزهري كيقدر بحال يدير تنويم مغناطيسي لشي واحد في التليفون ويهضر معاه ويديله المعلومات بلا ما هو يحس، لهذا اللي كيقولوا الزهريين كيخصهم يخدموا في غرفه المباحث مع الشرطه، لان الزهريين كيعرفوا الانسان قبل ما كيهضر، قبل ما كيقول كيعرفوا واش كيكذب واش كي ما كيكذبش، لان يا مثلا الا كان شرطي في غرفه المباحث وكيخدم وهو الزهري كيخدم في غرفه المباحث، فهذا من احسن الاعمال اللي يقدر يخدم فيها، او جاسوس، او يعني كيعرف هو كيعرف هو كي عنده معلومات، كيعرف الانسان، وخا الانسان كيكذب عليه ولا كيعرفه بالصوره نتاعو، كيحس باسمه كيقول، عنده حاسه سادسه كيحس بكل شيء، لهذا لان مزيان انه كان يكون شرطي في غرفه المباحث الزهري ويخدم، يعني خدمه واعره ليه. الزهريين دايرين بحال النحل، كل واحد وعنده مهمه يديرها، والزهري المتقي الله راه كيسخر له الله رزقه بلا ما يحس، يرزق الله من يشاء، يعني راه كيرزق الله من يشاء من غير الاحتساب، يعني بلا الانسان بلا ما يشارك يجي رزقه، كاين اللي كيلقى الفلوس كي يعني تكون متقي الله كيسخر لك الله، ماشي الجن، راه كيسخر لك الجن والانس يخدموا معاك، ناس كيخدموا معاك كيعاونوك، وجن كيعاونوك حتى هو الجن، علاش؟ ولكن راه خصك تكون انسان، تكون انسان متقي الله، انسان ماشي كتخطأ، ماشي كتهضر في عباد الله، ماشي كتصلي الظهر ولا العصر وتخرج دير المعاصي، او انك دير شي حاجه، يعني كتضرب بحال كنقبضوا كتقبض الماء وكتغربلوا بالغربه، يعني لا شيء، فهمت؟ يعني ما كدير والو، يعني كتصلي وكدير المعاصي، ما كدير والو، يعني الا بغيتي يكون الله يسخر لك الجن والانس تكون مع الله سبحانه وتعالى. هذه واحد النصيحه من عندي، بزاف الناس عندهم مشكل في قراءه القران، كيقراوا القران وكينساو، او كيقراوا كاين واحد الفئه كتقرا القران وكتنسى وكتمشي كتفكر في شي حاجه، كيفكر في البارح مشيت ولا غدا نمشي ولا ماتش هذا يبدا دابا ولا، وكاين واحد الفئه اللي ما كيقدرش يقرا القران، كيبقى يتفتف في القران، كيقرا وهو كيتنساو له الحروف، كيتفتف. ملي تكون تقرا القران حاول انك بحال اللي كتقرا بهادي، بحال اللي كتقرا بهاد الجهاد، يعني العين الثالثه كيقولوا لها، حاول تركز بهاد الجهاد، بهاد البلاصه هادي على القران وتقرا. ولكن حزب كاين اللي عنده 60 حزب كيجيه ثقيل مسكين، كيقرا الحزب كيجيه ثقيل، الصوره كتجي ثقيله، كتمرض وكيقول فوقاش يكمل ما كيكملش، سبحان الله العلي العظيم. هذوك يكونوا الاغلب كيكونوا مسكونين، الله يعفو علينا وعليهم، الله يسهل عليهم. حاول انك تقرا بهاد هذا، غادي تقرا بسرعه وغادي تفهم الكلمات، راه القران خصك تفهمه، اسمه كيقول الله، وغادي تستوعب دوك الكلمات في العقل نتاعك، تحس بهم كتستوعبهم، فهمت؟ القصص اللي كاين في القران تحس بك كتستوعبهم في العقل من كتقرا بهاد البلاصه هذه. هذه نصيحه من عندي اللي بغى يقرا القران. هذه واحد النقطة هذه اللي كيطيحوا فيها أغلبية، كيطيحوا فيها النساء، بعد النساء كيطيحوا فيها، كتصدق غادي عند الراقي ولا عند الساحر كيصدق مستغلها، وبعد الرقاة الله يهدينا ويهديهم ولاو كيتلبسوا باسم الراقي، ولكن كيصدق حتى هو مستغل النساء
الزهريات او الرجال الزهريين، وخاصه النساء كيطيحوا في هذا الفخ هذا، فهمتوا؟ كتكون غادي عند الراقي انها باش تداوى بيد الله، وانها باش يقرا عليها القران ويعرف سموها. عندها مسكينه كتبقى موسوسه، كتحلم شي احلام ما كتعرف شكون راسها، مرونه حياتها من الصغر حتى للكبر، كتكون غادي عند الراقي. كيصدق مستغله، كيصدق الراقي مستغلك للزهري، هو كتمشي عند المرسله كيصدق مستغلك. الزهري معروف انه كيداوي الانسان بالمجان، اما المشعوذ ملي كيستغل الزهري كيفتح بيبان جهنم عليه، وخاصة الزهري اللي عنده الملوك، اللي معاه ملوك، مع جنون، جن مالك، مالك لواحد واحد واحد البطايون ديال الجنون. فمنين كيمشي الزهري كيبغي الجن كي لا لا المشعوذ كيبغي يستغل داك التخرويض نتاعنا ديال، كيبغي يستغلو، فهنا كيفتح عليه بيبان جهنم. راه بحال اللي كيمشي، راه الشكل نتاع الزهري راه بحال النحل، راك ملي كتقيس النحل غادي يعضك، غادي توقع في شي مشكل. انا واحد القضيه قلنا من قبل، ان الزهري ما يبقاش دبر على الزواج، ولا خلي الزواج يجي تلقائي، غادي تشوفه في المنام الا كنت متقي الله، وكنت كتعرف كنت كتعرف الله شكون هو نيشان، راه غادي يجيك في المنام وغادي يوريك مع من تزوج ان شاء الله. انا واحد القضيه ما عارفين الزهريين، الا تبت الله وكنت يعني متقي الله وكتصلي وكلشي، راه كتعاون تاع عائلتك، تاع عائلتك اللي كانت مسكونه في الدار، وكان لكم شي ساحر، ولا اغلب الزهريين كيطيحوا في هذا الاخر كيشوفوا في المنام، راه كيقلعوا هذا الشيء، كيقلعوا السحر، كيعاونوا عائلتهم، كيرقي جاره ويرقي امه ويرقي عائلته. ايه في المنام الروح نتاعك كتخرج كتمشي ترقيهم، كترقي الروح نتاع خوه ولا اختو ولا عائلته، الا كان متقي الله، لكن كيصلي ويذكر الله. هذه واحد النوع، وهذه واحد الحاجه ما عارفينها الزهريين. الزهري العين او العين اليمنى اللي كتكون عنده نقطه كحله، راه بزاف الزهري ما عارفينش هذه، بزاف ما عارفينش، وكاين اللي ما عارفهاش كاع. راه الزهري العين اليمنى راه كتكون عنده نقطه بحال الليزر، فهمتوا؟ راه كتكون عنده نقطه بحال الليزر. وغادي نعطيكم واحد الدليل، راه بنادم ملي كيكون مثلا كتكون في الزنقه انت وكتعلي عينك خطره واحده، كتشوف شي واحد وكيعتر، راه ما كتشوف به بالعين الثالثه، ولا كتشوف به بديك العين اليمنى اللي كيفيها داك الليزر. داك العين راه عندك واحد العين اليمنى او اليسرى فيها واحد الليزر كحله، فيها واحد النقطه كحله، كتشوفها انت نقطه. راه بزاف الناس اللي ما عارفين، الا بغيت تشوفها خصك دير تشوف شي زار ابيض، ولا تشوف في السماء، ولا تشوف عن قرب وتشوف شي زار ابيض، راه كتشوف واحد النقطه راه في العين نتاعك كحله، هذاك راه كتسمى بحال الليزر. هذيك النقطة راه عندها شي خدمة نتاعها، ولكن حنا ما عارفينش. هو اللي معروف هو انك ملي كتضرب كتعلي عينك بلا استثناء انت، كتبقى تقيس شي واحد، وكيكون دايز معك شي واحد في الزنقة كيكون دايز وكيعطر، هذيك راه كتقيسو بالليزر نتاعك، اما بالعين الثالثة، ولا كتضربو بالنقطة اللي عندك في العين اليمنى، اوكي، او العين اليسرى، كنت زهري من العين اليسرى، يعني راه كل زهري على حسابه، لا كاين اللي عنده في اليمنى كاين اللي عنده في اليسرى، كتكون واحد النقطة كحلة كيشوفها هو، راه عنده في العين، ما يقدر يشوف حتى شي واحد. وكاين الزهري اللي ما عارفهاش كاع، كاين اللي زهري وعنده هاد النقطه كحله في العين وما عارفهاش كاع. واحد النقطه بغيت نركز عليها، هو ان واحد يمشي عند الراقي، حنا كنعرفوا الرقاة كيقراو القران على الانسان، صافي هادشي اللي كاين عن بعد. تجي عنده امراه ولا راجل يقرا عليها القران، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرا داكشي ما تيسر من القران، كيقرا وكيعاون ديك المراه ولا داك الراجل، ماشي انه يجي يقول لك كتب لك في يدك، ولا نكتب لك في رجلك، ولا نكتب لك في راسك، ولا هاك هادي شربها، ولا هاك هادي ديرها، ولا نشوف نكتب لك، ولا علم كذا، ولا علم كذا، ما كاينش هاد الشيء. يكتب لك في يدك ولا في رجلك، هذا راه باغي يلبسك، فهمت؟ باغي يلبسك بشي جن، حذاري من الكتاب في اليدين، ولا هادشي راه ما كاينش. كتب في يدك، ولا كتب في رجلك، ولا كتب في راسك، ولا هز زلافه معاك مكتوبه، ولا سير تشربها، ولا البس خاتم، وحذاري من الخواتم، فهمتوا؟ يعني الكتابه راه ما كايناش، خاص القران كيتقرا عليك عن بعد. الا كان هو راقي مجهد متمكن وعاطيه الله العلم، راه كيقرا عليك تقول ليها فالقنت ويقرا عليك، صافي راه داك الشيء كيبدي يهضر فيك وكيداويك باذن الله، فهمت؟ ماشي يقول لك كتب في يدك وجبد رجلك نكتب لك فيها، فهمت؟ راه هادشي ما كاينش، هادشي راه ما كاينش، هادشي وهادشي كيبان لي خارج النطاق، فهمت؟ خارج النطاق، راه خص الانسان كيداوى بالقران. والزوري في واحد النقطة مسكين ما كيطلب المساعدة من حتى شي واحد، الزوري في هاد القضية مسكين كيظلموه، ولا يكون كاع جيعان ميت بالجوع ما يطلبش المساعدة، ما كيبغيش يطلب المساعدة من الناس، ولا يدل براسو، ما كيطلبش، بحال اللي كنقولوا عنده النيف في المغرب كنقولوها، فهمتوا؟ أنا واحد النقطة، القمر ملي كيكون مكتمل كيحس الزهري بالضيقة، كيحس بواحد القنط ملي كيكون القمر كبير، هذه ما عرفتش والله أعلم. هنا نهار الأربع، نهار الأربع اللي فات، والثلاث والاثنين، الزهريين بزاف حسوا بالضيقه، وحسوا كاين اللي بغى كاع يمشي كاع ينتحر، كيحسوا بالضيقه وحسوا علاش كانوا قالوا بان كانت واحد الحرب ما بين الجن والانس، وانتصروا فيها الجن،
وبعد الاخبار صارت بانهم داروا شي قربان، دوك عبادة الشياطين، داروا شي قربان للشياطين وقربوهم لشي في شي جزيرة وقووا الشيطان وصيفطوهم لكل شيء المؤمنين والزهريين في العالم، فهمتوا؟ وهداك الشيء علاش نضروا الناس نهار الاثنين الثلاث والاربع وحتى نهار الخميس، وقعد الضرر للزهريين وكانوا قنطانين ومنكسرين، وهادو اللي نضروا خصوصا هاد الزهريين اللي نضروا هما اللي مقيوسين، هما اللي عندهم شي سحر او لا تخطاو شي حاجه ولا مقيوسين، هادو راه كينضروا بزاف. اما الزهري اللي ما مقيوس ما مقيس ولا جن ما مضروب ما مرشوش ما موكلوش سحر ما حتى شي حاجه، هذا واخا كيديروا هذا الشيء راه ما كيديش منه هذا الشيء. انا واحد النقطه عاوتاني كنهضروا عليها بزاف، الناس كيعارضوها، يقول لك حق الجن ما كيتسخرش للانس، فهمت؟ الجن لا، الجن ما يتسخرش للانس، ما يكونش مع الانس، ما يخدمش مع الانس، لا كيخدم مع الانس. هنا كتشوف الله سبحانه كيسخر الجن للنبي سليمان، وسير رجع لسورة النمل وقراها وادي تشوف اسمه كيقول الله سبحانه كيفاش سخر له الجن، كانوا كيخدموا مع سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن واحد النقطة كيسولوا لها الناس، واش الجن كيقدر يتحكم في الالكترونيك والهاتف والتكنولوجيا؟ كيقدروا يتحكموا فيه فعلا؟ ديري شي القرآن في الدار، إذا كانت عندك الدار مثلا الله يستر فيها شي حاجة كتجبر مرة، سير خرج برا ورجع تجبر القرآن، حبس، كيقدروا يحبسوا القرآن، يقدروا يبلوكيو كاع الكمبيوتر، كيقدروا فين؟ كيقدروا يدخلوا للهاتف نتاعك ويقدروا يدخلوا للكمبيوتر نتاعك. دابا نهضروا شويه على الروح، قل للروح من امر ربي، يعني الروح راه خلقها الله سبحانه، وما اتينا من العلم الا قليل. الروح ما كاينش اللي كيعلم اسمه هي الروح وماذا تعني الروح والعلم نتاعها عند الله سبحانه وتعالى. نحطوا واحد النظريه كيقولها العلماء، كيقولوا ان الروح كاينه في القلب، متفقين مع هادشي؟ غنخلي لكم النظر لكم واش متفقين مع هادشي. كيقولوا ان الروح موجوده في القلب، اللي متفق مع هادشي يقول واه قبل ما نعطي النظريه نتاع. انا ما متفقش، العلماء كيقولوا هادي وهادي كتبان غالطه من الاول نتاع، لان كتجبروا مثلا الناس داروا عمليات اليوم، راه كاين اللي بدل القلب نتاعو داير بلاستيك ولا داير قلب ديال البلاستيك وعايش، راه كاين الناس ولاو كيديروا العمليات ديال القلب وعايشين، يعني داك القلب اللي كان فيه ديك الروح تقلع منه وداروا قلب ديال البلاستيك وفرها الروح فين مشات؟ ها؟ ونزيد نتحداك عاد بحاجه اخرى، زيد نتحداك بحاجه اخرى اللي كتقول راه العلماء اللي كيجمعوا كيقولوا القلب كاينه في الروح. الله كيقول في القران راه كيقبض الارواح اي في الموت وفي المنام، يعني ملي كتخرج كتنعس انت راه كتخرج الروح نتاعك، كيقبضها الله، كتخرج من الجسم نتاعك، يعني الا خرج من الجسم نتاعك راه القلب نتاعك حبس، الا حبس راك ميت، يعني في كاين القلب في عفوا في كاين الروح. انا بالنظريه نتاعي كاينه في العقل او في العقل الباطن، ها كاينه في العقل الباطن، وكيقولوا راه الروح كتخرج من الرجلين، انا متفق معاهم في حاله واحده في الموت، اما في المنام ما كتخرجش من الرجلين، كتخرج من الودنين، كتخرج من هنا من الودنين كتخرج، وهي عندنا في الراس. انا كنعتقد كاين عندنا في الراس، لان اغلب المنطقه اللي ربي سبحانه وتعالى مبروتيجيها بزاف هو العقل، كتشوفوا كيداير لنا الراس نتاعنا حطوا الفوق وحطنا واحد الجمجمه اللي صحيحه، شوفوا سبحان الله اللي خلقها الله وداير في وسطها داخل واحد الكنز اللي هو العقل. كنظن انا والله اعلم ان الروح هنا او انها موجوده في العقل الباطن اللي ما عارفه حتى واحد فين كاين في الجسم الانسان، اما في القلب ما متفقش مع العلماء كيقولوا راه الروح موجوده في القلب، فهذا كنظن هذا علم غالط، لان الانسان كاين اللي مبدل العقل مبدل قلبه، دابا كاع عنده قلب ديال البلاستيك ولا ماسمو راهم يخرجوا لهم كاع العجب راهم كيعيشوا بقلب اخر، ما يمكنش، فهمت؟ لان الانسان كيموت مع عقله ما كيموتش من قلبه، هذه بعدا نقولها لك، الانسان كيموت مع عقله. دابا انت ملي كتحلم ولا الروح نتاعك كتخرج، فهمت؟ شكون اللي كيحبس وكيوقع من التفكير؟ راه القلب نتاعك ولا العقل نتاعك كيحبس شويه من التفكير كتنعس، والقلب نتاعك كيبقى يضرب باللات، يعني هذاك القلب نتاعك كيبقى يضرب باللات، كيخرج الروح نتاعك كتخرج، فهمت؟ كتخرج الروح نتاعك كتبقى مكونكتي مع العقل، كتبقى مكونكتي مع اللي شافته الروح كتصيفطو لك العقل، انت كتنوض من الصباح كتقول لها شفت راسي كان حار، شفت راسي هنا، شفت راسي لهي، وهي الروح نتاعك اللي صيفطت لك لي ميساج اللي كان كتشوفو وفين مشات وفين طلعت وفين هبطت. والله سبحانه وتعالى كيقول في القرآن كيجمع الناس اللي كينعسو، كيجمع الأرواح نتاعهم مع واحد، كاين واحد المدينه ما عقلتش على سميتها، راه كيعرفوها الناس اللي عندهم العلم، كيجمعهم في واحد المدينه، تما في كتشوف مثلا شي واحد عزيز عليك ومات، مثلا ديروا اب ام اخت، كتشوف شي واحد
ميت كتشوفو تما كتلتقي مره واحده كتشوفو تما وهو كيمشي وانت كترجع. علاش؟ لان انت راك في الدنيا ناعس وهو راه ميت. كيتلاقاو في ديك المدينه، كان واحد المدينه كيتلاقاو فيها الارواح، ارواح الموتى مع الارواح الاحياء، وتما كيقبض لك الروح. الا مثلا الا كنت في الفراش ومت، من تما تمشي الروح انت راك تمشي، فهمت؟ يعني من تما كترجع. كاين وحاله اخرى، كاين الزهري اللي كيجي وتلاقاك ويقول لك نعرف سميتك وانا ما عمري ما شفتك، وكيقول لا غير لك بسميتك وكيعرفك. هذا كيقدر يكون تلاقى معك في ديك المدينه، لان حتى الزهرين كيتلاقاو في ديك المدينه، الروح نتاعهم كتلاقى في ديك المدينه، واحد المدينه اللي انت تقدر، الا كانت الروح نتاعك خبيثه تشوفها، هتشوف تما العذاب، والا كانت الروح نتاعك زوينه تشوف صوره وتشوف الناس مزيانه وتشوف، على حسب الروح نتاعك وعلى حسب انت اسمه فين واصل في الفكر. فهمتوا؟ هذا داك اللي كيبقى يقول راه الروح موجوده في القلب، ما كنظنش، كنظن موجوده في العقل الباطن. العقل الباطن او العقل نتاعنا اللي كاين هنا اللي كنعرفوه حنا. اوكي، ونزيدك حاجه اخرى، عاد كاين حوايج اخرين عاد خصكم تعرفوهم. ادينا قبل ما نهضروا نكملوا الحديث نتاعنا، نهضروا على واحد حذروا من الزوج يكون عنده شي جن عاشق. كاين الناس اللي كيتزوجوا بزهري ولا انسان عادي وكيكون عنده شي واحد الزوج عاشق داك الانسان مسكون، كما كنقولوا في الدارجه مسكون، فهذاك راه خطير، هذاك راه يقدر يتسبب لك في خطر، سواء كان انثى او ذكر. الا كانت انثى وكان عندها شي جن عاشق، راه غادي يفركت لك الحياه نتاعك انت بعدا في الدار وليك والحياه نتاعك كلها. راه كاين اللي كيضرب العائله نتاعك ويضرب كل شيء، فهمت؟ راه يقدر يتسبب لك في هذا. وكثر الا كان عندها شي جن عاشق، نديرو شي جن عاشق مالك ولا شي واحد عنده شي جيش من الجن، راه غادي يصيفط لك، غادي يخرب لك الحياه نتاعك. حذارو من هذه القضيه هذه. علاش كنقول لك خصك تعرف مع من تزوج ومع من تعاشر؟ القضيه كاينه الزوري، الزوري عمرو يجمع الفلوس ولكن ما كيبقاش بالجوع، عمرو يبقى بالجوع. الزوري رزقه مكتاب له، خصو يصبر، خصو يصبر وما يبقاش حل عينيه بزاف كبار في الدنيا، فهمتوا؟ الزهري كيسلكو ربي من المشاكل كلها، سبحان الله العلي العظيم. هذه واحد النقطة أساسية، هادو اللي كيقعدوا في الدار بزاف في الظلمة، هذا خطير، هذا خطير اللي كيقعد في الظلمة بزاف وفي الدار. شوف، اللي كيقعد في الدار بزاف سواء كان مسكون ولا كانت عنده جن ولا ما نعرف، والله الله أعلم، أو أنه زهري أو ماشي زهري أو مسكون وماشي مسكون، اللي كيقعد في الدار بزاف خاصة النساء أو البنات كيقعدوا في الدار بزاف، كيقعدوا في الظلمة بزاف، كيتفرجوا في التلفزة بزاف، كيقعدوا في الهاتف بزاف، هذا كله سلبي، هذا كله سلبي. خاصك على الاقل الانسان العادي خصو 6000 خلفه في النهار، 6000 خلفه، خصك 6000 خلفه، ما كتجري ما كدير رياضه، خصك تمشى نص ساعه في النهار، خصك تمشى. الا ما تمشيت خصك نص ساعه ديال الشمس يوميا لفيتامين دي، خصك نص ساعه ديال الشمس، لانه ما كيتغدى، وهاد الطاقه السلبيه كتغدى من الطاقه السلبيه، من الطاقه السوداء، يعني خصك نص ساعه تاع الشمس باش تغلب. ما بغيتش تخرج الزنقه، نطلع للسطح اخويا، طلع للسطح، طلع للسطح وقبض عينكم، اقعد واحد نص ساعه في الشمس واذكر الله واتقي الله واذكر الله، راه قاعد في الشمس كتذكر الله، فهمت؟ نص ساعه في الشمس راه كافيه في النهار باش تشارجا، راه بحال الباتري كتشارجا، فهمت؟ انا واحد القضيه، وخاص زوري كيتزوج بزوريه، وكنقولوا حنا خصهم يتزوجوا بزوريه، كيكون بعد الماتش كيكون الزوري واحد الزوري فيهم مسكون، كيكون مسكون واحد فيهم، كيكون متقي الله واحد ما يكونش متقي الله، كيكون مسكون بصغره ولا مسحري له. هادي قلنا الحذاري من المشعوذ وحذاري من لبس الخاتم، اللي كيلبس الخاتم ديال المشعوذ. البنات ولا الدراري اللي زهريين معقلهم، كيكون زهريين من عينيهم، عفوا زهريين من عينيهم، كيكون عندهم جن عاشق، الاغلبيه كيكون عندهم جن عاشق وكيبغيو يدوشوا في الليل وكينعسوا في النهار وكيفيقوا في الليل، هادو كيكون عندهم جن عاشق وماشي مزيان. هاد الجن هذا كيكون جن قال لي كيعشق ولا اللي كيدخل جسم الانسان، فهذا ماشي متقي الله، هذا خبيث، وهذا كيسلبك الطاقه نتاعك وكيمرضك في الحياه نتاعك والعكوسات وكيبعدك الناس وكيبغي الظلمه، فهمتوا؟ هادو كاع الناس اللي كيبغيو الظلمه هادو كيكون عندهم جن عاشق او شي واحد مستولي عليهم، سواء كان ذكر او انثى، باش يكونوا في اخباركم. خصوصا دوك البنات اللي كينوضوا كينوضوا في الليل وكيلقاو عندهم واحد الامارات في رجليهم ولا في يديهم زرق او خضر، كيلقاو ما عندهم واحد الامارات، هذا كيكون جن عاشق خلاص، هذا كيكون كيضربها ولا كيقرصها ولا جبر عندها عضه نتاع الجن، ولا هذا كل الغيره نتاع الجن عليها، انه ما كيبغيش شي واحد يقرب لها ولا دير شي حاجه اخرى. وهذاك اللي كيبقى يتقرع بلا 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 ما كياكل حتى شي حاجه، كنوض من الفراش كيتقرع تقريع، هذا كيكونوا مكلينو في المنام، جنو مكلينو تفواه، لا كيتفوه على والو، غادي وكيتفوه، تفوه في النعاس، تفوه بلا نعاس، تفوه في الصلاه، تفوه غادي وكيتفوه، فهذا كتكون فيه العين. ذاك اللي كيحس برجليه تقال عليه، عيان رجليه دائما عيانين تقال عليه، بحال انت تقول رجليه هز
الاطنان ديال الحديد هذا كيكون خطي شي سيف وكيكون شي واحد رابطه في رجليه، فهمتوا؟ راه كنقول لكم تبعوا قراوا القران راه باش تعرفوا شكون نتوما، راه كيكون ساحركم اما جن او انس يعني حذاري. وهنا كيقول لك فين راه الدور الجن اللي كيكون خالق معايا وداك الجن اللي مزيان اللي يحميني. اخويا الجن كيكون يحميك ولكن انت ملي كتخرج الطريق ولا والديك ما كيبروتيجيوكش من الصغار، ما كيعرفوكش سمو الصلاه وسمو الذكر، كيصدقوا ساحرين لك الناس والحساد وهذا هذا الشيء كيبقى عندك، كيبقاو يخدموا لك، ولا خو داك الخادم تاعك كيخوي عليك. كما قلت لكم الزوري كيكون عنده من كاين المرتبه قائد، كاين امير، كاين ملك، كاين سلطان. اكبر واحد هو السلطان اللي كيكون عنده جين سلطان، ولكن الاغلبيه اللي عرفتهم حتى دابا انهم ملوك، انهم جن ملوك وامراء كيكون عندهم، ولكن السلطان هو المجد. حتى المراتب ديال السلطان اللي كيكون عنده السلطان من الجن، فكيكون عنده مراتب في انواع الكولور اللي كتشوف في المنام تاع داك الجن اللي راه معاك، كيكون في انواع في الالوان، يعني من الرطب في الالوان. دابا شحال من واحد كيقول لك انا ما كنخدمش ما كنتزوجش بشي وحده عاديه كلشي معكس عندي. انا نعطيك واحد المثال، انت عندك ملك او عندك شي جن سلطان او امير، هذاك راه ما يرضاش يا عمي، ما يرضاش انك تمشي تضرب الفاس، فهمت؟ داكشي اللي عندك انت داك الفكر، ما كترضاش تخدم عند الناس، ما كيرضاكش انك تتزوج بانسان عادي. واش انت عندك مالك واش تمشي تتزوج بوحده ضاربها جن عاشق؟ راه ما عمرها ما تكون هذا، خص تكون حتى هي تكون عندها طاقه لا تزوج بك، تكون حتى هي عندها مالك او قائد، تكون عندها واحد المرتبه اللي يرضى بك. هو راه ما كيرضاش هذاك الشيء، اش كيعكسوا لكم الزواج؟ راه ما يخليكش تتزوج بشي وحده عاديه. هذا دوك الناس اللي كينساو الحلم كيوقع لهم هذا المشكل بزاف، حتى انهم كيطيحوا في ذاك الموقف اللي كيعرفوا راهم حلموه، يعني كيعرفوا راه حلموه من قبل. كيركب في واحد الطوبيس كيطلع كيمشي هنا وكيعرف بان راه حلموه من قبل، هذا كيكون يعني كما قلت لكم كيكون شافوا من قبل في الحلم تاعو، ولكن لا ميموار ناقصه عليكم. صوره ياسين واكليل الجبل كما قلت لكم هو اللي كيقوي الذاكره، اللي بغى يقوي الذاكره نتاعو. هنا باش تقول لي باش نعرف انا هذا الجن اللي راه معايا مسلم ولا ماشي مسلم، ملي تجبر راسك مثلا انت كتنعس ناس وتضربك الفيقه مع 4 ديال الصباح تلقائيا، لا ساعه لا والو، انت كتكون ناس كتناس وكي كاين شي واحد ينغزك ولا كتحس كتضرب لك الفيقه على الفجر ديريكت، كتحل عينك ليل كل نهار كتفيق على الفجر، كل نهار تفيق مع الفجر تلقائيا، كي ينغزك شي واحد ولا شي انرجي واخا تكون ميت بالناس كيفيقوك، هذا عارف انك معك طاقه ايجابيه. هاد القضيه كيطيحوا فيها بزاف الزوايا، حتى كيقول هذه هي الاخره، صافي هذه هي الاخره، صافي مشيت فيها وربي كينقذ سبحان الله. هنا كيقول كيفاش نهضر انا مع هاد القارين نتاعي ولا هاد الجين المسلم نتاعي ولا هاد الطاقه الايجابيه؟ كيهضر معاك اخويا في العقل ولا كيهضر معاك في المنام؟ فهمت؟ راه مثلا نعطيك مثال، انت كتدخل كتمشي مع كتبغي تدخل واحد الدار، مع عمرك ما دخلتها، انت كتحط رجلك في الباب وكتسمع واحد الصوت في ودنك اما اليسرى ولا اليمين، كتسمع واحد الصوت بحال شي لايزر، تسمع واحد الصوت بحال داكشي ديال التلفاز طيط، كتسمع في ودنك بحال شي كلاكسون، وهذاك راه كيحضرك ما تدخلش ديك الدار، هذاك هو القانون تاعك، راه كيعلمك بهذيك الطريقه. او انك ملي كتبغي تدخل الدار كتحس بالتشواك نتاع اللحم هنا، الزوريين عندهم بحال واحد لاباري عندهم في الدار، راه منين ما دازو كانت الجن ولا مسكونه راه كيحسوا به هنايا في الدار اغلبيه، وخصوصا الزوريين المجيده راه كيحسوا هنا عندهم طاقه، هنا عندهم كيحسوا كيتشوك اللحم تاعهم هنا كيبدا من الدار، ملي ما دخلت الباب دخلت شي بلاصه كتحس براسك تشوك لحمك ولا سمعت شي صوت في ودنك ما تمشيش لديك البلاصه، عارف بانك بلاصه خطيره اللي راهم كيحضروك ما تدخلهاش. كاينه النقطه انهم شي وحدين ما كيعرفوش الميساج اللي شاف لهم الجن، الجن صالح من اذن الله اللي كيبغي يحميك، فهمت؟ كيكون معاك الجن الصالح كما قلت لك، راه ما كيدخلكش في الجسم، الجن صالح كيتغذى بالنورانيات، يعني بالنور نتاعك يعني بالقران والذكر، راه كيكون عليك كيكون راه كتكون عليك طاقه خارجه من الجسم، راه كيتغذى من هذيك، راه ما كيدخلكش في الجسم. اللي كيدخلك في الجسم هو الجن الخبيث اللي ماشي مزيان، هو اللي كيشرب من الدم وكيبغي يتغذى لك من ديك الطاقه نتاعك الدخلانيه، كيبغي يخربك، كيخربك من الداخل كيسبب لك في امراض. اما الجن الصالح، الجن الصالح عاش كان بعض المرات كتمشي بنادم كيقرا القران ويقيم الليل ويدير كل شيء كيمشي عند الراقي ما كيشوف له والو، علاش؟ لان داك الجن الصالح راه ما كيكونش في الجسم نتاعو، بعدا اصلا ما كيكونش في الجسم نتاعو، الجن الصالح راه خدام شغله، هو كيحميك كيجي عندك في الاوقات الحرجه، او انه في المنام، او لا كيرشدك، او لا كيعاونك في شي حاجه باذن الله، كل شيء باذن الله، ما تنساوش هذه القضيه، كل شيء باذن الله. انا كاينه واحد القضيه عند الزهريين، الزهري غادي وكيهضر في الزنقه بحالو بحال الهذيل، كتجبرو كيهضر بصوت مرتفع، غادي وكيهضر، هذا كيكون تسبب له خلل مع الناس.
هاد الاغلبيه نتاع الزول اللي غادي كيهضروا ما كيكونوش قادين طريق الله، ولا كيكون عندهم خلل مع البشر، كيعصبوهم وغادي كيهضر في الزنقه بحال بحال الهبيل، كيسميوه هبيل. هذا الاغلبيه الناس كيقولوه هبيل. وزوكين الزوري الاخر اللي كيهضر في النفس نتاعو، غادي وكيهضر في النفس نتاعو، كيتحاور مع عقله وكيهضر مع نفسه. هذا كيتسمى اما كيهضر مع القارئ نتاعو ولا كيهضر مع نفسه، كيتحدث مع النفس نتاعو، فهمت؟ اما الزهري اللي كيكون غادي وكيهضر بصوت مرتفع كيرد داكشي اللي صرا في الخدمه ولا في القرايه ولا اصدقاء ولا الدار ولا المشاكل، هذا كيكونوا مشاكل خارجيه. اما اللي كيهضر في النفس نتاعو فهذاك هو اذكى من اذكياء ديال الزهري، كيهضر مع النفس نتاعو، كيتحاور مع النفس نتاعو، بحال اللي كيهضر مع شي واحد، كيهضر مع النفس نتاعو لداخل، او كيهضر مع العقل نتاعو، او كيهضر مع القارين نتاعو، كيكون يهضر معاه ويقدر القارين نتاعو يوجهو شي حاجه في العقل نتاعو بلا ما يشعر، كيقولو دير هادي ما ديرش هادي، وكيتبعو كيصدق ناجح باذن الله. هاد القضيه هادي بزاف الناس كيهضروا عليها. الا نعست ونط من الفراش وحسيت بالدوخه وبتزنزين في راسك، حسيت بالدوخه، كنت كتحس بالدوخه، كتنوض كتحس بواحد الدوخه، فهمت؟ هذا يعني بان طاقه سلبيه عليك في الليل، جن سلبي عليك، كيشرب الدم نتاعك ولا كيوقع لك شي حاجه. خصك تعود، خصك تقرا القران قبل ما تنعس، خصك توكل على الله، لا على الاقل لا عباد الله اللي ما قاري، لان بزاف زوين المشكل في القرايه، راهم كيطمسوا لهم هذه القضيه هذه، راه بزاف اللي ما عارفش، كاين اللي كيقول لي راه وصلت وعندي الدبلوم، ولكن راه بزاف زوين ما قارينش مساكن، راه واقع لهم هذه المشكله، ما كيقراوش مساكن، كيطمسوهم هما، كيطمسوهم راك كتعرفوا كلمه واحده، راه كتعرفوا جمله لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كتعرف دير والو كاع، قول لا اله الا الله محمد رسول الله حتى يديك الناس، هذه راه كتكون معاك، فهمتوا؟ هنا علاش كيقول لك الله كيحب، الله كيبغي المتطهرين، الله كيبغي المتطهرين، والعكس شكون هو؟ يلا ترجموها انتم. الشيطان كيبغي الوسخ والزبل، يعني الانسان اللي ما كيطهرش راسه، الانسان اللي ما كيبقاش على وضو، الانسان اللي غادي وموسخ، ما كيبدلش الحوايج، ما كيدوش، ما كيكونش متطهر، ما كيكونش متوضي دائما، فالشيطان كيتغدى من، والجنون الخايبين كيتغداو من الاوساخ. غير باش تكون في اخبارك، الطاقه السلبيه كتغدى من السلبيه، الطاقه الايجابيه كتغدى من الايجابيه. يعني مثال نجيكم، صوره الزلزاله الا قريتها بزاف وحسيت بشي ترعيشه، ولا كيقول لك والله اعلم انها كتنظر بان عندك سحر مرشوش، والله اعلم. والا بغيت تغلب على هذه الطاقه السلبيه كلها خصك الاخلاص والاصرار، الاصرار والاخلاص، لان الشيطان راه قالها في القران الا المخلصين، يعني راه المخلص، ولا المخلص راه كلشي غادي يمشي للهاويه، هذيك راه يعني لا راه ماشي، واخا تكون انت زهري كاع، واخا تكون زهري كاع، راه الا ما كنتش مخلص انت راك غادي للهاويه. باش نجيكم التالي، خصك تكون عندك العزيمه، العزيمه مين ما كانش عندك العزيمه راه والو، ماشي تصلي نهار وتقرا اليوم القران وغدا دير حاجه اخرى ومره اخرى دير حاجه، علاش انا عطيتكم داك البروغرام؟ ايه باش بنادم كي قال له قليل ومداوم احسن من كثير ومقطوع، بقى مداوم على واحد الحاجه، ما تبقى نهار تقرا حزب وغدا تذكر الله وبعد غدا تسمع الموسيقى وبعد كاع ما ديرش وتقعد واحد الشهر ما ديتي حتى حاجه، ومن بعد عاد تولي تقرا واحد الحزب وتذكر الله وتعاود، بقى غادي وكتنقز، يعني هذيك راه ما كتكونش ديك الاصرار، خصك الاصرار على الشيء. وهذا واحد الميساج للزهري اللي ما قاريش مساكن، لكن الزهري اللي مسكين كبير وما قاريش، ما كيعرفش يقرا القران، وهذا للاسف. يعني ملي كتسمع هذا، حنا انا كنوجه النداء نتاعي للزوري اللي مقارينش، واخا خويا تكون عندك 100 عام، فهمت؟ واخا تكون عندك 100 عام، سير اخويا تحارب الاميه راه ساهله، سير اخويا تعلمي تقرا، انا ما قلتلكش كتب، ما تكتبش، انا بغيتك تقراي القران صافي، افتح البصيره نتاعك قرا القران، فهمت؟ انا ما بغيتكش تكتب ولا كتب لي كتاب ولا تعلم تكتب، ما تعلمش تكتب، الكتاب ما تنفع حتى في شي حاجه، تعلم تقرا باش تقرا القران، هادشي اللي بغيتك دير، سير اخويا تحارب الاميه وما تحشمش، يعني الحياه راه ما كاينش، يعني بنادم يتعلم اللغه العربيه راه ساهله باش تتعلمها، تقرا باش تقرا راه ساهل باش تتعلم، فهمت؟ يعني سير تعلم، راه ماشي حتى حاجه ما كاين صعيبه في الدنيا، كلشي ساهل. انا واحد القضيه، النساء الزهريات حساسات بزاف، عندهم احساس كبير، حتى انهم كيحسوا بكل شيء، سبحان الله، كيحسوا بزاف الحوايج، كيحسوا بالغيب، الغيب لا يعلمه الا الله، ولكن كيحسوا ان توقع شي حاجه خايبه، كيحسوا كيشوفوا كيوقع لهم بزاف الحوايج، فهمتوا؟ والغيب راه كيعلمه الا الله. معنا واحد النقطه هنا، واحد النقطه مهمه اللي ما كيعرفوهاش الناس، شكون اللي كيستافد من الزهري؟ هذا سؤال، شكون اللي كيستافد من الزهري؟ حنا هضرنا في الفيديوهات السابقه، شكون اللي كيستافد من الزهري؟ كيستافدوا منه الجنون، الاغلبيه كيستافدوا منه الجنون، علاش؟ هما اللي عارفين القيمه نتاعو، كثر هي الزهري اللي قاد الطريق اخوتي، كاين الزهري اللي قاد الطريق كيحلم راسو، كيرقي الناس ما كيعرفهمش، ها؟ كيرقي كيعطي علوم، ما كيعرفش الناس شكون هما، هذوك جنون بصفة انسان،
جنون بصفة الإنسان كيجيو عنده يستافدوا من الروح نتاعو، عنده علم، عنده علم، عنده دراية. أنا عرفت واحد السيد قال لي كان كيعطي مناظرة، كيعطي واحد محاضرة كبيرة بزاف الناس، كيعطيها في علم القرآن، كيفسر لهم القرآن. وقال لي، قال لي أنا ما عمري ما قرأت القرآن وما عنديش علم في القرآن. كيقرأ القرآن كي ما عندوش تفسير على القرآن، ما كيعرفش. اللي كيعرف تفسير القرآن كيكون عنده علم كبير، كيفسر للناس في المنام. شكون هما دوك الناس؟ جنون، جنون، قبيلة من الجنون، عاطيه قيمة وكيف سوال. كي الناس العادي ما كيعطيوش قيمة. هو فين تعلم داك الشيء؟ الروح نتاعو علموها له في الرتب اللي كنا هضرنا في فيديو السابق في الجنون. وكتجبرو كيرقي الناس، وكتجبرو كيمشي الزهري، كينوض في المنام وكيمشي لواحد البلاصة بعيدة، وكيخرج السحر من شي واحد، وكيرقي شي واحد وما عمرو ما عرفو كاع. فهمت؟ يقدر يكون إنس عادي كيرقيه، أو يقدر يكون الجنون هما اللي كيستافدوا منه. النقطة نسيت نقولها هي أن الزوجة، يعني الإنسان ما يتزوج ويتيقن أنه يتزوج بواحد الشخص حتى يعرف وراه زهري حقيقي، وراه أنه يصبر معه في الضراء والسراء، عاد تزوج بها الزهري. ولا إلا تزوج بإنسان خاطئ الزهري، راه غادي توقع لك مشاكل. لا يعني ما توقعها في المنزل، غتوقع لك كارثة. كاين نساء اللي يتزوجوا 3 المرات، كاين الرجال اللي يتزوجوا 4 المرات ولا أكثر، يتزوج هنا يطلق هنا، يتزوج هنا يطلق هنا، والو. فهمت؟ لان خصك تعرف مع من تزوج نيشان. فهمت؟ احنا للاسف كتسمع دابا البنات مساكن كيتزوجوا على شهرين 3 شهور 4 شهور كتطلق، يعني ولا عيب وعار. اش؟ لان ما كاينش واحد الزواج مبني على الاساس، ما كيتعرفوش. واخا كيكون داك الحب المزيف في الزنقه ودوك ديك الهضره ودوك، ولكن كتدخل الواقع للدار كتنوض الزهري كينوض مع الانسان العادي، كينوض معاه النار. خصو باش يعرفوا زوري حقيقي، خصو حتى يدوزوا مزيان في التيست، حتى يعرفوا شكون هو مزيان عادي يتزوج به. انا نقول له بزاف الحوايج اللي كاينين غالطين. الانسان كتكون عنده غلط في العقل نتاعو. انا نهضر معاك، انا نسولك، الوسواس فين كيوسوس؟ كذا شحال من واحد كيقول له انا عندي الوسواس في الراس. ما كيوسوسش في الراس اخويا، ما كيوسوس، يوسوس في صدور الناس. راه الله كيقولها، يوسوس في صدور الناس. الوسواس كيكون في الصدور ماشي في العقل. فهمت؟ الوسواس كيكون في الصدور. وعلاش كيوسوس لك في الصدور؟ لانك غافل على الذكر وعلى القراءه ديال القران. فهمت؟ كيوسوس في الصدور، ما كيوسوسش في العقل. هذه باش تكون لكم فكره. وفي كيخبع بنادم السر. دابا انت عندك شي سر وكتقولو كتقولو في راسك، فين كتخبعو؟ شحال من كيقول راه في راسي، راه في عقلي، سر راه في النفس نتاعك. دابا انت كتسب شي واحد، الله يعفو، كاين اللي كيهضر في شي واحد ويف الداخل نتاعك، وراه في النفس نتاعك. فهمت؟ راك الا بغيت تعرف قيمه النفس وكيفاش النفس سمو كدير، وعلاش الناس كيستعملوا النفس، وسمو هي النفس، وسمو كدير النفس، سير قرا سورة يوسف وغادي تعرف النفس سمو هي. المهم راني حاولت ما يمكن نوصل لكم بزاف المعلومات، كاين بزاف كنكتب في الدفتر، وكنحاول ناخذ الوقت نتاعي باش نوصل لكم بزاف المعلومات اللي تستافدوا منها. الا نقول لكم انا راه ماشي داعية او اي حاجة، انا راه لوجه الله كندير هادشي، يعني كنوعي الناس انهم الناس يأطروا وليداتهم. حضيو ولادكم بزاف اللي عندو وليدات زهريين، حضيوهم للمشعوذين، لان المشعوذين للاسف غرتهم الدنيا وتبعوا الدنيا. فهمتوا؟ وحتى بعد الرقات، حتى بعد الرقات للاسف، بعد الرقات ماشي كل شيء، كاين رقات اللي ناس مزيانين وطيبين، ولكن بعد الرقات تبعتهم الدنيا وتابعين الدنيا كما كنقولوا، وتابعين هادشي ديال الكنز، وتابعين هادشي ديال، وكيتبعوا حتى هاد الزهريين، وكيديو لهم الطاقه كيسلبوها منهم. كما قلت لكم في الاول تاع الفيديو، هو الانسان انسان يكون صحيح، يكون صحيح مع راسو، ما يدخل لا جروب ولا يتشارك مع شي واحد اخرين، ولا يتشارك مع معلومات، ولا يعطيوني معلومات، ولا نتكونيكطا مع شي واحد، ولا يشوف راه الشواف هو الله، ولا هادي ولا هذيك المشعوذ. ولا حتى الرقات اخوتي، الا ما كانش عندكم شي حاجه سيريو سيريو، شي حاجه شي 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 مس، ولا كيخبشك شي واحد، ولا كيضربك شي واحد، ما تمشيش عند الرقا. راه انت تقدر ترقي راسك، راه انت تقدر ترقي راسك. القران في الدار، راه سوره البقره قلت لكم، راه سوره البقره تردوها دائما، راه تخرج منك ماشي السحر، تخرج منك اي حاجه. تكون عندك الاصرار، خصك تكون عندك الاصرار على الشيء، ماشي انك تقرا اليوم تريد غدا، ولا الهوى اللي جاي يديك. دابا كاين شي ناس كاين الهوى اللي جاي كيديهم، كيمشي منا ويمشي من هنا، تبع حاجه واحده، قرا القران، قبض الصوره، قبضي الصوره، ركز على سوره البقره، قراها دائما على مده 40 يوم. خا يكون عندك السحر مع سمو ديال 100 عام في الدار، ما غادي يبينوه لك، ولا الله سبحانه غادي يطمسو حتى يعاونك الله. فهمت؟ ودابا الانسان كيكون كيحس
كي راه الشيطان والجنون الخايبين كيتغداو من الخوف ومن الضعف ومن الوسخ. انت ملي كتبقى تبين لهم داك الضعف نتاعك والوسخ نتاعك راه هذاك الشيء باش كيتغداو. المهم انا نوصيكم على الوليدات، اطروا وليداتكم، حاولوا انكم تكبروا وليداتكم على الذكر، تزاد لك شي ولد ولا شي بنيه، دير كما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، ودن له في الودن، كبر له في الودن في اليمنى ولا في اليسرى، في اليمنى وفي اليسرى ودن سيدي كبر له باش يتسمع الاذان في الودن، باش ما يسكنوش جنون وشياطين يخولوا له في حياته كلها، فهمتوا؟ رقيوا الدار نتاعكم، صليوا، كاين اللي الدار نتاعهم كيطلقش فيها كاع القران، اطلقوا القران في داركم. راه شوف راه تمشي فين ما بغيت، سير فين ما بغيت، راه عندك جوج حوايج، السجاده والقران. الا خطاتك من هادشي راه ما عندكش الدواء عمي، انا نقول لك يعني راه الدواء نتاعك هو الايمان بالله، تامن بالله وتصلي وتقرا القران وتتبع الطريق وترضى بالقليل. ما عمرك ما تشوف دوك الناس اللي راه عنده عمارات وهذاك عنده السياره وهذاك جابها من المان وهذاك جابها من اسبانيا وهذاك، راه كلشي خرافات الدنيا، راه متاع الدنيا قليل، راه كتخسروا الجنه نتاعكم، هتخسروا على حويجه تافهه. هذا اللي كيمشي بقى تبع الكنز ويخرج الكنز وطلع من هنا وطلع من هي ودير لاباس ولا لاباس عليه، وها هو ولا لاباس عادي يديها معاه، ورانا حتى اللي يتحاسب عليه هذاك الشيء كلشي. منين جبتو من وفين خسرت الفلوس تتحاسب عليه، فهمت؟ منين جبتو منين خسرتو فين خسرتو. لهذا ركزوا على كلمه واحده هي الله والجنه، ومور هذا الشيء عاد تركز لي على المراه الوليدات، خدي مركز على الله، يكون الهم تاعك هو الله، فهمت؟ الله فقط، وارضى بالقليل، ارضى بالقليل، فهمت؟ ارضى بالقليل، يعني ارضوا بالقليل، راه الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في داك الشيء، فهمتوا؟ راه دابا الناس، علاش الناس الاغلبيه ما بقاوش عايشين في واحد عايشين في واحد التفاهات تاع الدنيا والمشاكل اللي عينهم كبارو كبار، ولاو كيبغيو الحوايج الكبار، ولاو كيبغيو هادي وكيبغيو هادي ويبغي هادي. واحمد الله الا عندك فيك تسكن، ولا عندك فيك تغطى، ولا عندك ثلاجه، ولا عندك مويها، ولا عندك خبيز في الدار، راه كاين ناس في الزنقه مساكن كيباتوا ما عندهم والو، فهمتوا؟ خصك تشوف دوك الناس اللي موراك، ما تشوفش اللي قدام، ما تبقاش تشوف اللي قدام، شوف اللي موراك اللي راه مسكين طحطح موراك. ما تبقاش على حوايج تافهه في الدنيا، الدنيا لا تساوي شيء مع الجنه، لا تساوي شيء. المهم انا طولت عليكم في هذا الفيديو ساعه وست دقائق، تهلاو لي في راسكم. ودابا مور هذا الفيديو تسمعوا الاخ سعيد يعطيكم ادي تسمعوا نصائح، اسمو كيقول على الزهريين ومعلومات، يعني كنعطيكم انا معلومات ونزيدو السي سعيد يعطي معلومات، ومن بعد ليكم لكم في المستقبل عاد نبقاو نقبضوا الاوديوات نتاع الناس اللي بغاو، فعلا اللي بغا، راه حنا ماشي نخلطوا نشروا شي حاجه من غير شي واحد يقول لك ما تنشرهاش. تهلاو لي في راسكم. وهذا كما قلت لكم هنايا، هذا كما كتشوفوا هذا رسم الانسان العادي مع الانسان اللي مسكين، هذا مسكين كتجبره مسحور مسكون عايش في الظلمه، عايش في الدار في الظلمه الظلمه الظلمه، ما كيقبضش حتى الشمس حتى الفيتامين دي، ما كيتمشاش كاع، الدم ما كيدورش كاع عنده، العقل نتاعو ما كيدورش، شتمني ما كتبقاش تمشى ما كدورش ما كتمشاش وما كتقبض الشمس، كيكون عندك طاقه سلبيه، كتفكر سلبي، راه ماشي الجن يسكنك، راه اي شيطان يجي يدخل لك في الجسم نتاعك كتولي عندك ثغرات. هذا الانسان مسكين منور من عند الله سبحانه وتعالى، النور عنده من عند الله سبحانه وتعالى، واخا كتكون عنده الطاقه سلبيه كتكون عنده هادي، التفكير دائما عنده ايجابي، كيدعي الناس، كيبغي الناس، كيحب الناس، كيبغي الخير للناس، واخا الناس كيأذيوه، فهمتوا؟ هذا واغلبيه هاد الزهريين مساكن كيتأذاو بالسحر، كيتأذاو، فهمت؟ كيكون عندهم هادو، كيجيو الشياطين كما كيقولوا، كيديروا حرب العصابات، كيمشيو عند العائله نتاعك والاخرين كيهاجموك، فهمت؟ ولكن هكا الا كان عنده اصرار، فهمت؟ الاصرار والاخلاص، الا كان عنده اخلاص لله سبحانه كما قال الشيطان، قال له الله هضر مع الله قال له الا المخلصين، اللي كان عندك اخلاص والاصرار ما كيأثرش فيك هذا الشيء، فهمت؟ ما كيأثرش فيك هذا التفاهات. واللي تابع الدنيا مسكين، واللي تابع الكنز وبغى يدير لاباس وباغي يستولي على الدنيا يديها معاه تدي معاك الديور، راه منها تموت. انا شفت واحد الفيديو واحد النهار، والله الا ضحك الدار، شفت واحد الفيديو تاع واحد الهندي، ما يمكن شفتوه في فيسبوك، هادي شحال، واحد الهندي مسكين حافرين له واحد حفره قد البيت، وهما عندهم الثقلين تاعهم، كي كيدفن الانسان كيدفنوا معاه دوك الصويلحات نتاعو، دافنين معاه موتور ثلاجه تلفازه، يعني انت من تموت يبغوا يدفنوا معاك داك الشيء، داك الكنز وداك الشيء يبقاو يديو معاك كما كيديروا في العائله، تديو معاك ليه؟ راك ما تدي معك والو وليدي، اسمع ما تدي معك والو، لهذا خصك انك تقبض في الطريق نتاع الله سبحانه وتعالى، هو اللي يكون لك الهم نتاعك، والشيء الاخر يجي من بعد.
اوكي تهلاو لي في راسكم طوط هذا الفيديو وسمعوا السي سعيد يهضر معاكم هذه يهضر في الادويه تسمعوا باش تستافدوا ومع السلامه وتهلاو لي في راسكم حتى الفيديو اخر ما عرفناش نبقى 10 ايام 15 يوم 20 يوم على حساب نجبدوا شي موضوع للزهري ونهضروا عليه ان شاء الله باش يستافدوا الناس الا قلت شي حاجه غلطه كما قلت لكم راني بنو ادم تا انا نقدر نغلط ونقدر نصح وإلا ما قلتش حاجة غلطة نتمنى أنكم استفدتوا ونتمنى أنكم تبقوا في رعاية الله ومع السلامة وتهلاو لي في راسكم. بزاف أصاحبي أنا راه واحد بنت خالتي وراه كانت خطيرة بزاف بنت خالتي واو أنا قلت لك أنا تجوزت مع بنت خالتي راه شي مغامرات ديال الأحماق بنت خالتي هذيك كتهدى البصيرة أصاحبي كتشوف اللي تحت الأرض واللي فوق الأرض كتشوف الجن الملائكة كتشوف كل شيء با دوز معاه بزاف الحوايج بزاف شي حوايج ما كاش تخيلهم ديال جنود ديال الارض وجنود السماء وبزاف تخربيق كنت في ديك الوقيته راه ما كيبان لي انا فهمتش انا داك الشيء شي حاجه بغات خالتي هذه بقات حتى واحد ما طاحت واحد الفقيه شدها هو يبلوكي ليها بلوكا ليها الرؤية مبقاش كتشوف دابا مبقاش كتشوف بلوكا ليها الرؤية بلوكا ليها الزواج بلوكا ليها بزاف تخربيق بقينا مضاربين معاها حتى دابا ولينا بزز حيدنا لها داك البلوكا ديال الزواج قلنا شوف ماشي مشكل باقي كنشوف كنقلب لها شنو كيف ندير لها باش ترد لها داك البصيرة ديالها قلت لك تاني قلت لك كاين عاوتاني شي بوابات فعلا كاين شي بوابات اخويا انا اعلمهم الا الله متصلين بعوالم اخرى من دوك البوابات كاملين كاين مع كاين 19 بوابه في العالم في الكره الارضيه كلها 19 بوابه نقاط بحال قلتي كتدخلك عوالم اخرى من هاد البوابات كلهم كيقدر ابليس يدخل بوابه وحده فيهم وحده هذوك 19 بوابه المفاتيح ديالها كاين عند الزهري فهمتي المفاتيح ديالها كاين عند الزهري وابليس راه كيدير جهد جهيد باش يلقى داك الكودات باش يدخل بيهم وهو الزهريين كيكون عندهم الكودات ديال كلشي الكودات ديال البوابات ديال للعوالم اخرى وكيكون عندهم الكودات ديال الكنوز وكيكون عندهم كاين واحد البوابة سميتها بوابة الزمن والمكان هاد البوابة الزمن والمكان كاينة هي الكود ديالها كاين عند الزهريين ماشي كلهم الزهر ملي كتقرادا شي كيبقى غادي طلع ما حد كطلع انت كتقرادا في الزهرية كطلع الفوق كطلع كيبداو يجيوك المفاتيح كيبداو يجيوك الكودات كيجيب لك الصور ديال العلوم كشي علوم ما كيتعطاش من اي واحد ما كيتعطاش اي واحد ما حدك انت كطلع ما حدك انت داك العلم كيجيك وكذلك هذوك الصوارد حتى هما ديال شي يقول لي كاين واحد البوابات اخرين كيتسموا الدوائر هاد الدوائر حاطينهم مسلمين كاين واحد سميتو واحد دائرة سميتها دائرة الكرسي واحدة سميتها دائرة الملكوت واحدة دائرة العرش كاين بزاف الدوائر هادوك الدوائر بحال قلتي عوالم اخرى وهادوك العوالم شد هادو اللي عقلت عليهم ما حد عاقل عليهم دابا في دماغي هما اللي قلت ثلاثة كاين مزال واحد اخرين كاين واحد اربعة اخرين هادو حاطينهم ملائكة ميمكنش تدخل إلا ما عندكش الكود ديالهم بس كون عندك الكود كاين عند أخويا عند من كيكون عند دوك الأقطاب ديال الصوفية هادوك الأقطاب اللي وصلوا واحد المرحلة وكاين عند الزهريين اللي كيوصل ما كيتعطالي داك الكود هو عنده داك الكود ما كيقدر يستخدم داك الكود حتى كيوصل واحد المستوى معين مستوى عالي في الروحانية شنو مازال؟ أول حاجة راه اش يقول لي الزهرية انواع ماشي نوع واحد انواع كل واحد التخصص ديالو كاين مثلا واحد النوع ديال الزهريين هو اختصاص ديالو هو الخطف
فهمتي الخطف كي يقدر يخطف لك اي جني في المكان في العالم. شي ملك ديال الجني خطفه ابليس براسو يخطف كي عنده طاقه ديال الجد خطيره جدا طاقه قويه ولكن باش توصل الطاقه خصك تكون كاين اللي توصل الطاقه كيسميها بحال قلتي عن طريق الديكو داكشي وكاين اللي هو من عند الله معطيه ليه الطاقه مزيود بالطاقه كيكونوا والديه هما اصلا والديه كيذكروا الله بزاف وكت كي هو كيوصل هاد المرتبه عن طريق والديه هذيك الزهريه كتورت الا كان والديك انت كيذكر الله بزاف انت غادي تطلع انت كانت خطير بزاف غتوصل غادي تبدا المستوى من في الخلاف اكبر فهمت كيفاش وكاين اللي كيكون والديه زهريين وما كيكونش عارف يلا كيديكتاش فراسو فهمت كيكون والديه ماشي ما كيذكروش الله بزاف وداك الشيء اللي كيجي كيبدا هو كيبدا من الاول من الزيرو فهمتي هو الزيرو قلت لك هي كتنطلق من الاب الولد من الاب البنت وش يقول لك كاين عاوتاني واحد القضيه اخرى سميتها كاين مثلا عطيك مثال واحد القضيه اخرى تفكرتها هو انه دابا كاين شنو نقول كاين هذوك الفقهاء اللي كتشوف دابا الفقهاء هذوك دابا هما كيتحكموا في الجن كيفاش كيتحكموا في الجن هما مع انهم كيكونوا الزهريين كيفاش كيتحكموا في الجن هما كيتحكموا في الجن عن طريق مثلا كيبقاو يقراو واحد الايه واحد الكثره فهمتي مده 23 يوم مثلا واحد العدد كي مثلا شدوا الصوره كيستخرجوا العدد الكبير عدد الجمل الكبير وعدد الجمل الصغير عدد الجمل الكبير لا فهمتي كيشوفوا مثلا كيحسبوا العدد عدد الجمل هو كيحسبوا العدد كيحسبوا الصوره مثلا بحال صوره ياسين فيها الياء والسين الياء عندو رقم والسين عندو رقم كيشدوا هاد الرقمين هادو مثلا نقولوا جات 96 ياسين نقول جات 96 هاد القرد تبقى 96 ياسين 96 مره كل نهار باش يوصلوا للعدد الكبير اللي هو 96 في 96 العدد في نصه هذاك هو العدد عدد الجمل الكبير يعني غتبقى تقول 96 حتى توصل للعدد الكبير اللي هو 96 حتى غتحبس تقدر تشد لك واحد 40 يوم تقدر تشد لك فهمتي تقدر تشد لك مثلا 21 يوم المهم انت كتقسم ديك 96 تقسمها على هذيك الايام اللي بغيتي تطريد بها ملي كتبقى تذكر ما كتجيش توصل لذاك الشيء يقول لي حتى كيخرج لك خدام ديال صورة ياسين كيخرج لك خدام ديال صورة ياسين كيقول لك اش بغيتي فهمتي كيقول لك اش بغيتي كتقول لهم انا بغيت فهمتي كتقول لهم مثلا بغيتكم من اجل العلاج ومن اجل كذا ومن اجل كذا هو هما كيجيو كياخذوا معاك العهد هو بحال الكونطرا انك غتبقى تقول هاد صورة ياسين مثلا 100 مره كل نهار او لا 20 مره كل نهار فهمت مثلا 20 مره كل نهار طول حياتك ولا توقفتي كيقول لك هما اذا توقفتي غادي يوزوا الملف ديالك للمحكمه ديال الجن مثلا حيت انهم غادي يعاقبوك بشي حاجه غيعاقبوك بشي حاجه حيت انت درتي معاهم العهد درتي معاهم عهد ان غادي تبقى تداوم على هادشي طول حياتك وهاد الطريقه هادي هي طريقة ماشي ربانية علاش؟ حيت هما أصلا كيجيو للجن المسلم ولكن الجن المسلم باش كيدير هاد الخدمة هادي كيتخلص تفهم واحد القضية أن الجن المسلم ملي كيجي مثلا عند الإنسان الزهري راه مكيديرش داكشي في سبيل الله كاين الجن المسلم كاين الجن الرباني ماشي الجن الرباني هادو كيتسماو بحال قلتي المخلوقات اللي هما ماشي جن ولا شي ملائكة كيتسماو رباني يكون الحجم ديالهم كبير على الجن بزاف كبير على الجن المسلم كبير بحال واحد تقريبا بحال قلت واحد 20 مرة في الكبار في الضخامة على الجن المسلم هادو الجن الرباني ماشي الجن الرباني زعما هاد الخليقة الربانية هما كيكونوا مكلفين ما كينزلوا غير في التكليف إلا الله كلفهم شي حاجة فهمتي والجن المسلم كيديروا المهام ديالهم عن طريق الحوت يا إما تطوعا انهم بغاو الاجر
فهمتي؟ ويل انهار انهار قطع صاي ما عرفتو نمشيو في حالته. والطريقة الثانية هو عن طريق العهد كتاخد معاهم معانا العهد هنايا هو غادي يغلى معاهم كونطرا هو انهم خاصهم يتخلصوا غايديروا لك يعاونوك في اللي بغيتي ولكن خاصهم يتخلصوا باش كيتخلصوا هذا يتخلصوا بالطاقة هذه تجي للمسلم تجي للعلو كيتخلصوا بالطاقة اسيدي غادي يعاونوك دير هذا الشيء دير هذا الشيء دير هذا الشيء العهد اللي بيننا وبينك انك غتبقى تقول هذه الصورة هذه مدة طول حياتك كل نهار غتاخذ ورد يومي نهار غتوقف غادي نزول غادي نزول الملف ديالك المحكمة ديال الجن وغادي يصادروا فيه باش نحكموا عليك غادي يحكموا عليك يحكموا عليك مثلا انك غادي تحيد لك البصيرة صافي كتحيد لك البصيرة يحكموا عليك انك ما بقاش تدخل المجال الروحاني ما بقاش تدخل المجال الروحاني حياتك المجال ما بقاش تدخل المجال الروحاني وخا تكون كتذكر الله مليون مرة صافي ولا طول لك المجال الروحاني مابقاش عندك اتصال بحال قلتي بحال الملف ديالك كيولي خايف الملف ديالك كيولي خايف في المحكمة بحال كيعلمو ان الشيء ما فيهش ثقة وما عندوش كلمة واصعب حاجة هي هذا وهما هذاك الشيء باش هما ملي كيجيو مثلا كيشوفو هما مثلا بحال هاد الفقهاء هادو اللي كيوصلو هما كيوصلو غير الطريقة هما الروحانية غير الطريقة وملي كيجي كيشوفو شي زهري كيطوبلو في القوة مثلا 100 مرة ولا 1000 مرة في القوة ديالو كيقولوا واش كيفاش صاحبي انا غادي ندوز مثلا شحال من حلوة ودوز مثلا 15 عام ديال الحلاوات وشحال ديال الاذكار وشحال من كندير الاذكار وانت كيفاش كتزاديتي انت في القوة كثر مني كيفاش درتي لها هنا اش كيولي يدير لي كيولي كاين واحد الحاجة سميتها العزائم هاد العزائم هادو هما أسماء أقسم عليهم أقسم بهم سليمان على الجن وأقسامات الجن على الطاعة ديالها يعني أنه إذا مشيتي قلتي مثلا أقسمت عليك بكذا وكذا على الجن يخلي لي في يديه ويجي عندك صحة إلا ما طاعوش غادي يجيو الملائكة أو فهمتي الملائكة اللي حاكمة عليهم غادي تعذبهم حيت هما عطاو العهد عالم الجن كله غادي بالعهود والمواثيق عالم منظم بزاف اكثر من العالم ديال الناس وبالتالي كاين ديك المشعوذين وداك الشيء اش كيديروا كيطرحوا على ديك الاسماء كيمشيو كيستدعيو الجن والملوك ديال الجن كيستدعيو الملوك ديال الجن الارضي ماشي العلوي الارضي العلوي ما العزائم ما كتشدش في العلوي كتشد في الارض كيمشيو على ديك الملوك الارضيين كيقولوا لهم كذا وكذا بعزة كذا وكذا وكذا وبالاسماء هذه غتحضر عندي دابا حيت كيحضر عندي دابا جا عنده حضر عنده في نفس الوقت كيقول لي راه بغيت دير لي هادي دير لي هادي دير لي هادي جبت هذيك السيخ واحد الخادم كيدير لي داكشي وقدر داكشي يستغلو في الخير وقدر يستغلو في الشر فهمتي يعني داكشي هو علم هو علم هو علاش وعلاش الجن كيجي عنده حيت اصلا هاد الاسماء هادو الاسماء هادو عندهم طاقه كبيره اسماء هادو طاقه كبيره لا متناهيه ويقدر كيمكن شي بدا ملي كيدير يشد كيتطروح من هاد الاسماء يعني كيبقى يذكرهم واحد العدد كبير حتى كيولي كتبعد الروحانيه كبيره بحال الروحانيه ديال القران الكريم شي اللي كاين زي خلينا الناس يستافدوا راه المشكل هو ان هاد العالم هذا شحال هو فهمتي ذوك الفقهاء محتكرين هاد العالم ديال الزهرية وداكشي محتكرينو بزاف لدرجة أنه الزهري مكيعرفش راسو ومكيعرفش أشنو يدير وهاد فهمتي هادشي هو اللي خلى حطنا حنايا في ديك المتاهة الأول نسنا في متاهة كتبحث قلب تبحث كتجي كتبحث كتمشي كتنسق مع شي واحد عارف كتنص منو العلم ديالو كتمشي عاوتاني عند شي واحد اخر عارف كتنقص منو العلم ديالو وغادي بحال هكا حتى كتجي تعرف حتى كتجي تعلم وتعرف وداك الشيء بزاف ديال الحوايج وقلت لك بغيت كاعت لي حاجه اخرى ثاني فكرت دابا قلت لك راني شي الزهر كيبقى يذكر الله كيولوا يجيو ينزلوا جنود كيولوا ينزلوا جنود ربانيين من السماء كينصروا باش كتجي واحد القضيه الا ان الجنود ربانيين اقوى جنود كاينين ونزيدك واحد القضيه اخرى ما غاديش تيق ان الزهري راه الى دعا الملائكه غينزل
وهذا الشيء انا بالتجربه انا من عندي انا كنديرها كندير الرقيه للناس كيكون شي واحد فيه شي شيطان بابه صايب كندير دخل الايات ديال الملائكه كنزلوا كنقول وينزل الملائكه تبي الروح من امره على من يشاء من العباد وينزل الملائكه تبي الروح من امره على من يشاء من العباد وينزل الملائكه تبي الروح من امره كنعاود الايه كينزلوا الملائكه فعلا كنقول وحق اتحق بنار الله المنصور حق بنار الله المنصور حق بنار الله المنصور صار فعلا داك الشيطان كيتحرق ما كاينش اللعب ما فيهاش اللعب هادي داكشي ونهار اللي بغيتي دير رقيه انت انا غنوريك الايات اللي غدير ديال فهمتي الايات ديال استدعاء الملائكه وشي يقول والايات ديال الحق غادي دير خير وديك البشريه الدايس شوف خليني نقول لك عاوتاني كاين جوج طرق ديال الذكر كاين الذكر كاين الرياضه الشفويه وكاين الرياضه الباطنيه الرياضه الباطنيه كتستهدف الروح ديالك يعني الا كدير انت الرياضه الباطنيه راه بحال قلتي كدير مثلا الا ذكرتي الله مثلا 100 مره بالرياضه الباطنيه بحال ذكرتي الله 1000 مره بحال ذكرتي الله 1000 مره بالذكر بالجهر مثلا الا بقيتي تقول مثلا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ذكرتيها جهرا راه عادي ولكن الا سديتي فمك وقلتيها من الداخل ديالك شفايفك ما يتحركوش الشفايف ديالك ما يتحركوش كتقول يا الله كتقول يا الله من القلب ديالك ما كدويش غتحس ديك الطاقه شنو عشرات المرات عشرات الاضعاف في القوه ديالها كتمتص الطاقه عشرات المرات اقوى من انك تقولها بالجهر هذه كتسمى الباطن بالباطن رياضه الباطن هذه جربها دير هاد الاذكار اللي قلت لك دير بهذه الطريقه اللي قلت لك غتسد فمك وتسكت ودير بحال غدير استرخاء بحال غدير ميديتيشن وتذكر هاد الاذكار باطنيا باذن الله ما تحرك شي يقول لي غادي تفكرني غتحس بواحد الطاقه خطيره جدا دماغي كنتفكر شي حوايج واعرين تخيل الله انت كيدوي على الحق ما كيدويش على الباطل قال لك على ان الزهريين كتشاف النور ديالهم من بعد 30 كيلومتر انا واحد النهار دويت مع واحد الجني دوي واحد الجني كيدوي واحد الجسد وسولته كنبغي يدخل لواحد السيده زهريه عندها زهريه قويه قلت له علاش بغيتي تدخل هاد السيده طلع عليها بواحد الجسد وهو بدا كيقرب قال لك شتي هادي الضو ديالها قال لنا شتي الضو ديالها قال لك كيتشاف قال لك معت من بلدان اخرى قال لك او كنقول اش كتقول قلت له والناس العاديين قال لك هادوك انا كيتشافوا قال لك الضو ديالهم طافي قال لي قليل قال لي هادو دير بحال شي سبوت بحال شي فلاش مجد قوته كبيره بزاف قال لي كيتشاف من فهمتي يقدر يتشاف من بلاد اخرى وقال لي وش يقول لي وهذا الشيء كيخلي داك الجيل المسلم كيشوفوا داك النور الكبير كيتمو جايين ليه وي شبه لي هذا الشيء قال لي بحال مثلا الحشرات اللي كتشعل شي بوله في البلاد الزنقه ولا شي حاجه ولا في شي حي كنتي كتلقى الحشرات كتبقى تضوع على ديك البوله قال لي راه نفس الشيء كيوقع هو انه غتلقى الزهريين دائما مع انهم اقوياء واعرين كتلقاهم مساله الرزق والخدمه عندهم فيها المشاكل غتقول لي علاش الزهريين عندهم مشاكل في الرزق ديالهم حيت اخويا الشياطين ما كيقدوش يواجهوا الزهريين الزهريين قوى منهم شي الزهري والله يدي قبل تعدى على إبليس بنفسه الزهري واحد قبل تعدى عليه واش كيديروا لي هما كيديروا عرفتي ديك الحرب العصابات هما كيديروا المواجهه الغير مباشره اش كدير انت خدام مثلا في الشركه كيمشيو كيتلبسوا الباترون ديالك كيتلبسوه وكيخليوه يحقد عليك ويكرهك ويخليو الناس يكرهوك
كيجرو عليك من الخدمه بدون سبب. او علاش جرب عليا؟ وما عرفتش اخويا. ما بقيتش بغيناك. علاش؟ ما بقيتش بغيت. كتلقى راسك انت كتنقز من خدمه لخدمه لخدمه لخدمه، ولا كتشي خدمه فيها الفلوس ما تجيبك شي خدمه فيها الفلوس، ديما تجيك شي خدمه بحالتك تنقز طيب نزل تجي فيك على خدمه بحالتك، مع انها كتكون لي كومبيتونس ديالك انت اعلى من كاع الناس. ما تجيش فيك انت الخدمه المزيانه، تجي فيك ديما الخدمه بحالتك. علاش؟ حيت هما ذوك الشياطين هما كيديروا بحال هكا، هما ما قادينش عليك، غادي يحاولوا يتلبسوا الناس ويديروك مشاكل، وغيديروا لك صراعات في المنزل، ويديروا لك صراعات فهمتي، يديروا لك صراعات مع الناس. كتدخل كتتحارب وهاداك الشيء راه خويا والله الا انت كتعاود ليا انا كتفكر راه بنت خالتي هادي راه بحال اخويا راه شفت معاها العجاب المتعجب شي حوايج اللي ما يمكنش تطورها. واللي تعلمت هذيك الفتره اللي انا كنت معاها بنت خالتي بحال هكا هي تبارك الله واصله بزاف في هادشي بزاف، راه تبارك الله رافعة الله مرتبة عالية بزاف. كتجلس كتشوف كل شيء، كتشوف الجن الملائكة الشياطين كل شيء كتشوف. كتجي كتقول لي فهاد الفترة واحد الفترة كانت ديما كتجي كتقول لي راه أن كان كيعلموها كتتعلم في واحد المدرسة في المنام، ديما كتجي كل مرة كتعلم واحد القاو ديما فيما كتعلم شي علم كيعطيوها السيروس، فيما كتعلم شي علم كيعطيوها واحد السيروس شي سيروس. مثلا هذا علم ديال الدفائين، هذا علم ديال تحت الارض وداك الشيء ديال الجيولوجيا، هذا علم ديال البحار وما شنو هو. كل خطره كتعلم شي علم، وكاين علم ديال الزمن والمكان وزيد زيد بزاف ديال العلوم، وكل مره كتعلم شي علم كيعطيوها سيروس. بقى واحد النصه فين تخرج خرجات من ديك المدرسه. هادو شي ملائكه كيعلموها، ومن تعلمات اخويا هما يعطيوها واحد التاج، وعطاوها واحد التاج ديال الذهب، وعطاوها واحد الطاولاجان ديال الذهب. وفهمتي وكانوا كيقولوا ليها هادشي كلها تقريبا كل نهار يومين كيجيو عندها شي وفد ديال الجيل المسلم ماشي جاي من شي قد كيعطيوها البيع كيدخلوا معاها في الجيش ديالها. واحد الماكس كنسول داك الجيش ديالها، طلع فيها واحد خينا من قادة ديال الجيش ديالها. قلت لها شحال نتوما؟ قال لي حنا راه 100,000 مقاتل. قلت واو تبارك الله، قلت واحد الشيء اخويا عجيب. وكان ديما كتقول لي راه كل ليله كتجي مطحطحه ومدقدقه، قلت ما كيعاود السيد هذا. كل مره كتجي مطحطحه ومدقدقه كنقول لها مالك؟ كتقول لي عرفتي البارح هجمنا على شي قوم، هجمنا على هادو ودرنا هادو، عطيها الضرب عطيها توعبت عطيها كذا، راه بقيت مقاتلة. وكل ليلة كتقاتل، كل ليلة كدابز، كل ليلة كتحارب في المعركة. ونزيدك واحد الحاجة أخرى، هذه قليل اللي كيعرفها، إلا قلت لك 1% اللي كيعرفها، أن البنادم عنده جوج أسماء، اسم ديالو في الأرض والاسم ديالو في السماء، اسم ديالو في الملأ الأعلى، اسم ديالو في الملأ الأعلى. ماشي هو الاسم ديالو في الارض، بحال مثلا نعطيك مثال، النبي الله محمد هو الاسم ديالو في الارض محمد، والاسم ديالو في السماء احمد. فهمتي؟ كاين انا كنت وحدين انا كنت ما كنت واحد السيد كنعرفو حتى هو، كنا كنسولو عليه وداك الشيء. هو سميتو يوسف، وكيغوتو عليه الملائكه والجن المسلم كيغوتو عليه كريم. وكنقول لها السيد سميتو يوسف، كيقول لي لا كريم. كنقول ليه واه حنا عندنا، كنقول ليه يوسف، كيقول لك لا راه حنا عندنا، حنا كان سميتو كريم. وزدت عاوتاني سولت على بنت خالتي حتى هي، لقيت بنت خالتي سميتها فاتحه، وهما كيغوتوا عليها في الملال هنا، كيغوتوا عليها المجاهده. هنا فهمت انه كاين انسان عنده جوج سميات، الاسم ديالو في الارض والاسم ديالو في الملال الاعلى، وكاين بزاف حاجات اخرين. ودي يوسف راه نبقى نعاود لك هادشي في الدراسه.
بالنسبه لاباس عليك ناشط ناشط كده هو دابكم هذيك بخير. بالنسبه لهاد السيده هذه معانا فرحانين اخويا. انا هاد القضيه هادي راه عارفه وعشت هاد القضيه. كون دابا صعبانيين فهمتي كتدخل شي بلاصه اللي فيه شي اللي ممسوس ولا شي حاجه كتهز كتخبط كتهز وتخبط اللي فيه شي مس هادي عندها هادي يا يمكن جدها يا اما جدها فقيه او جدها شي ولي صالح. حيت واحد القضيه نسيت ما قلتهاش لك هو انه انت الا كنتي الا كان جدك فهمتي الا كان جدك كيف قلت لك انا الا كان جدك كيذكر الله وفقيه ووالي ولا شي حاجه انت ملي كتجي تبدا كتجيك ديك البركه ديالو ما كتعاودش من الاول كتجي ديريكتومون كتولي طوب كتبدا مستوى طالع ما كداش مستوى نازل ديك البركه ديالو كتجي عندك ديريكت فهمتي ديك الطاقه ديالو كتجي عندك فهمت كيفاش. وكاين لي زهير اللي ما لي والديه ما هما ما كانوش كيذكروا الله بزاف ولد جدوده ما كانش كيذكروا الله بزاف ايوا هادشي اللي كاين. هاد السيده هادي بارو بايس اللي بخير قلت لك كاين واحد الحاجه اخرى ثاني بالنسبه للزهري اللي عنده الروحانيه ولا عنده الجنود وعنده داكشي هاد النوع هذا ما كايناش بالليل ما كايناش ما كيديهش الناس بالليل كيتجي تا الليل ما يديش الناس صافي كيولي هو النشاط كيولي قمة النشاط بالليل كينشط بالليل بزاف هاداك الشيء علاش كتجي هاك كتلقى الزهري كتلقاه او الناس كيناس هو ما كيناش واخا يبقى فايق الليل كامل سبحان الله.